يا صباح الخير يا صباح النور، اهلا بكم مره اخرى. تجدد لقانا معكم يوميا كما عودناكم في الكوجينه نتاع الدار. معكم شيف مؤمن باش نتقابلوا كيما كل يوم في دباره. اليوم نهار يعني نقولوا احنا شويه سبيسيال، هذه هي ليله النص. ليله النص اللي نعرفوها سيرتو في الليله هذيا المنيو يبدا واضح، ما يستحقش برشا اجتهاد، ما يستحقش برشا نقولوا احنا حاجات مكونات كبيرة برشا، مي عنده طابع نتاعو سيرتو في ليلة النص. نعرفوا المنيو اللي يبدا موجود في ليلة النص ساهل بنين، يعمل 66 كيف، فيه طابع زمني، طابع مربوط بالعادات والتقاليد تراثنا. المنيو نتاع اليوم ساهل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل عام والأمة الإسلامية كلها بحية بخير في نهار كيما هذايا. تبارك الله الأيام تجري، يعني اليوم وصلنا لليلة النص، يعني قريب ل 15 يوم الأولاني نتاع رمضان، ومازلنا معاكم كيما كل نهار باش نحضروا مع بعضنا العديد من الأطباق البنينة. تنجموا تتفرجوا في الشين الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، اليوتيوب للي ما لقاش الرديف ينجم يلقاه على شيف مؤمن بن يونس كيف كيف، ولا في الانستغرام تتفاعلوا معنا كيف كيف بال لي كومونتير، تخليونا لي كومونتير، تعطيونا رايكم، تقولونا شنو هو الدباره نتاعكم واحنا شنو نجمو اللي نعاونوكم. دونك تصير انتراكسيون، المفيد الفائده تحصل ان احنا هاوكا سيرتو في بعد مفات الكونفينمون، باقي مازلنا في الكونسيبت اللي هو لايف يكون يوميا باش تتبعوا بالاحسن الوجور. دونك يكون يوميا كونسيبت هاوكا كي سور دو لوردينير شويه، لايف في الدار في الكوجينه نتاع الدار باللي مويا والكونديسيون نتاع الدار. دونك نقول لكم حتى لين الناس الكل اللي يجيو اللي مستنسين يتبعوا فيا في اللايف، باش نقول لكم على المنيو. انتم زاد كيف كيف قولوا لنا شنو هو المنيو، ميم سي اللي المنيو هذايا نعرفوه هو شنو، يعني ما يستحقش برشا جهد. مي سيرتو ان شاء الله بقدرة ربي نعديو مع بعضنا الوقايه اللايف، وقايه باهي حلو برشا نحكيو مع بعضنا. فاطمه رياح سويسي، بونجور فاطمه. دونك نعديو وقايه حلو برشا، وقايه باش نحكيو باش نتناقشوا باش نتفكروا برشا حاجات. نبداو بالحاجات اللي زمنيه اللي توا كيف كيف في 15 رمضان ليله النص، شنو مستنسين نعملوا، شنو مستنسين نطيبوا. توا باش تبدا نورمالمون في الوقايه العادي. صابرينا صابرينا بونجور. دونك في الوقايه العادي مستنسين نحضروا حلو عربي، مستنسين نحضروا برشا حاجات، الخبز تاع العيد. عسلامة شيف طرابلسي. دونك للجماعة اللي خلطوا هنا الكل نذكركم اللي ان شاء الله بقدر ربي في اللايف هذايا اللي مستنسين كيما كل يوم نحضروا مع بعضنا العديد من الاطباق اللي بنينا برشا. المنيو نتاع اليوم ساهل ساهل برشا، تنجموا تحطوا كومونتير تقولوا شنو هو معروف ليلة النص، شنو هو نحضروا. حضروا حاجة زمنية، حاجة تلم العائلة، حاجة بنينة برشا. منيو ساهل زادا للي انتوما زادا تنجموا تقولوا لنا، خنشوفوا العادات والتقاليد في الولايات الكل، ميم سي الحاجة اللي نتلموا عليها ديما معروفة اللي هي الكسكسي. دونك معروف المنيو، بديتو تعرفوا المنيو تاع اليوم شنو هو. المنيو كسكسي، يعني حاجة سهلة هاكا كسكسي الزمني لبنين. لينا عسلامة، بونجور لينا. دونك تحية للناس الكل، تحية للناس الكل اللي التحقوا بينا اليوم في اللايف. دونك هاكا نحاولوا مع بعضنا باش نتفاعلوا، وانتوما قولوا لنا شنو المنيو، واللي ما عندوش دبارة ميم سي يعرفوا دبارة. بالطبيعة كسكسي دنيا طرابلسي معروف، كسكسي الحاجة الباهية والبنينة اللي تلم العيلة كل، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وإن شاء الله الأمة الإسلامية الكل ملمومة في الخير وفرحانين. دونك كيما قلت لكم تنجموا تلقاو اللايف موجود على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس، تلاقيوه في الانستغرام، واللي ما خلطش ينجم يشوف الرديف في اليوتيوب. اليوم مع بعضنا نهير يعمل 66 كيف، ما نحكيكمش سخانة مع صحين كسكسي مع شربة رمضان بحبيحة بحيرة بعد كويس تي اخضر يعمل 66 كيف كعبات سمسة، كون هكا حاجة تعمل الكيف. به باش نبداو باش نقول لكم شنو المنيو كيما سنسكم كيما اول نهار. دونك عندنا شربة لسان عصفور بالحم البقري، عندنا سلايطة تونسية، مي سيرتو شوف شوف اللهم صل على النبي، هاو علاش هاو علاش البرا يحسدونا. دونك يحسدونا، بونجور شيف لطفي تليسي. دونك البرا يحسدونا راهو على الكاليتي نتاع الخضره، شوف محلاها اللهم صل على النبي، ربي يديم علينا هالنعمه هذيا. راهو في بلادنا ونفتخروا اللي احنا توانسه، عندنا برشا حاجات، عندنا لي مويان كل اللي يخليونا
مديحة بن يونس بونجور، سارة بونجور. دونك عندنا لي مويان كل كيما قلت لكم، شوف الخضرة اللي نتاع يعني بيه باش نعملوا سلاطة ربعية، زيزو زنوبة بونجور سالو. دونك سلاطة تونسية ربعية، باش نحضروا طاجين. هاك عندنا شوية سبناخ، عندنا شوية جوتا كيما العادة والعويد. دونك انتوما زاد كيف كيف تنجموا تقولوا لنا اكيد ديما معاك في لايف، خاصة اليوم ليلة النص دوباره ما تفلتش. دونك كيما قلت لكم دوباره ما تفلتش، ومعروف الكسكسي والعيشة ديما كسكسي ومكرونة وكل شيء، هذيك الحاجة اللي تلم سيرتو في ليلة النص. مع سلطة باش نعملوا طاجين، بعد مع الطاجين باش نعملوا كريمة بنينة باللوز خفيفة، وهاكا يكون ان منو اكيليبري مع كويس تي يعمل ستة ستين كيف كعبة سمسم بعد ولا كعبة دبلة. يا شيف فيير دو فو، عايش يا شيف، ربي فضلك، ميرسي بوكو. سام في انورميمون بليزير اللي باش نلقى برشا عباد سيرتو في اللايف يتابعوا فينا. صباح الفل ددو. دونك الناس الكل اللي يتابعوا فينا كيك سوا من تونس من خارج الوطن، هاكا يتفاعلوا معانا في اللايف، يشموا ريحه البلاد، النكهه الزمنيه، يتبعوا بسياسه بسياسه شنو باش نحضروا. كيما العاده والعوايد يعني نورمالمون حفظتوا شنو الحاجات الفلانيه اللي باش نبدا بيهم. عندنا هاكا دونك قبل كل شيء نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور على اللايف، البثين تاع اللايف. نشكر كيف كيف تونيسكوب خالد عويج والناس الكل، وانتم زيدا نشكركم برشا 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 اللي قاعدين تتبعوا فيا في اللايف، وانا عامل جو يعني حاسس روحي مانيش وحدي. الفرق ما بين ايميسيون في تلفزة عادية والا في لايف، اللي في لايف فما تفاعلات، فما قاعدين نتفاعلوا، هذيك الحاجة الباهية. دونك كرا كيما العادة مشينا خدينا الخضرة، خدينا الخضرة مع عند عماد من المارشي نتاع المرسى، في الحومة المرسى وصفصاف والبحر وطقس يعمل 66 كيف. دونك كيما قلت لكم تنجموا تبارتاجيو اللايف باش يشوفوا احبابكم واصحابكم، باش الناس الكل نبداو عاملين جو. شايف اي نستنى فيك اي بالطبيعه. دونك التابلو لانيا حاطينا كالعاده باش نحضروا شربه ان شوا تخي فاغي اسو بلا به اسو بلا. بالحق عندنا راهو مطبخ تونسي برشا برشا، مي خلي بالنا نبداو بلعبه خفيفه وباهي. شنو هي الامثال اللي متعلقه في الكوجينه؟ يقول لك سام 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 وفطر على شنو؟ على جراتة هكا ولا لا؟ شنو الامثال اللي متعلقه في الكوجين اللي نقولوها؟ يعني ريت في 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 تونس ديما يقول لك متعلقين بالماكله، نحكيو عالقين على الماكله، حياتنا ماكله. على السلامه ام ايوب وادم. دونك باش نبداو باللي تاكلوا لهنايا كيما العاده، باش نحطوا شويه زيت نجمه ديو. شنو الدباره نتاع اليوم؟ الدباره نتاع اليوم عندنا شربه لسان عصفور بالحمض. ذكرتوني في حاجه باهيه، لحظه برك نجيب الميكرو ونجيكم. اني جيكم دونك مشيت فيسا فيسا نجيب الميكرو، نسيتو. تعرفوا رمضان وصيام واحد كل شيء، يعني الكمال لله. نحط الميكرو باش الصوت يبدا واضح، نورمالمون نصور الصوت واضح هكا. نرجعو للتحضير. انت عاد باش نحضروا شوربه. دونك ساميه باش نحضروا شوربه لسان عصفور بالبقري، كسكسي يعمل 66 كيف، طاجين بالسبناخ والقوطة والدجاج، والديسير وسلايطة تونسية ربعية. شوفوا الجماعة اللي خلطوا علينا، شوف اللهم صل يعني بيس في الكعايبة الخضراء كي عملت عليها جو اليوم، باش نقص نحضر بها سلاطة. دونك نبداو بالإتاب الأولانية، نبداو بالإتاب الأولانية هكا هاكم معايا في الكوجينه في اللايف. قولوا لنا شنو هي الدباره نتاعكم، شنو باش تحضروا سيرتو اليوم ليله النص، شنو في الولايات الكل، شنو مشهورين في الدبارات، شنو هي الحاجات اللي انتم تحضروهم، واحنا هاكا نتفاعلوا. واللي عنده كيستيون وكيف كيف ينجم يخلي كومونتير، ينجم يقول لنا كل شيء. بس مدريدي شاف ديما روتار راني، شنو هي المنيو شاف به بس ما فهمش ميساج حتى مشكل في الروتار المفيد. هاكم تبارك الله تجيو في اللايف وتابعوا، يعطيكم الصحة، وراني نحبكم برشا 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 خاطر نتوما تشجعوني باش نبدا عامل جو في اللايف، وما نجمش نعمل لايف بلاش بكم. دونك كيما قلت لكم ليتاب كلونية باش ناخذوا نحطوا شوية بصل، عندنا شوية لحم مع عند بونجور بونجور يمينة. دونك الجماعة اللي خلطوا توا هاكا قاعد نحضر في الشربة، هاكا شوية لحم، شوية بصل،
نهبل شوية خمس. سيرتو مع الباقي نجم نحط يعني شوية ثوم، ما فماش حتى مشكل. شنو هو الديسير؟ ترابلسي. بالنسبة للديسير دونك شنو نعملو؟ كريمة باللوز ديما حاجة خفيفة، سيرتو مع الكسكي نصوركم ما يفضل كين كستي دليل هلو. دونك كيما قلت لكم كويستي ومن بعد شوية سمسة ولا شوية دبلة، كل قدير وقدره، سيرتو مع الكسكسي. كسكسي وسلاطة منيو يعني نتاع دبارة النص. يعطيك الصحة شيف، كل يوم تحبنا بدبارة، ربي يبارك لك. اليوم كسكسي شرب لسان عصفور، سلاطة سيزار، باركيتو في السهرية، حضرت لقمة الباشا، اللهم صل على النبي لينا. دوريتا بونجور، كروما صباح الفل، صباح الخير. دونك قاعد نحضر في الشربة كيما قلت لكم، وعندنا شوية طماطم معجونة. دونك كيما كيتو في الحقة تاع طماطم معجونة، خلطوها شوية مية كالعادة هذيك، غير نسجيت تصوت الفرن. نمرقوا بها كل حكة، وفما شكون زاد كيف كيف سي كوالو منيو اجوردي. باهي نجي نفطر عندك، مرحبا، فما حتى مشكل. دونك للي يحب يجي يفطر مرحبا، دار مهلولة. دونك مرحبا بالناس الكل. نحضروا في الشربة، وميم طون باش نحضروا الصوص نتاع الكسكسي. بالنسبة للصوص تاع الكسكسي يعني كل تختلف في الطريقة نتاع الإعداد، مي الهدف يكون واضح. نحطوا شوية ماء من بعديك باش يسخن، لي تاكلو الهنية كيما العادة والعويد. أوكي، تبعوها، جيبو كسكسي صغيرة نتاع العادة، هاذي باش نلقو بيها. مهدي زويت بونجور. دونك ليتر نص معروف المنيو كسكسي، تعاود عطانا عنا دبارة، يا شيف حيرت لي مواجع الغربة حرمتنا من كسكسي ليتر نص، مهدي بن علي. والله خويا ان شاء الله ربي يرجع التونس الكل اللي موجودين في الغربه لتونس، وربي يلم شملهم. صاحبتي هاك جيت، حنان حنان وصلتي. دونك باش نبقوا بالنسبه للشربه، وما نطوق ديما نقول لك سيرتو في الكوجينه، نقول لك هاكا ركبوا الكسار نتاعنا، نقول لك هاكا ركب كسرونه حط فيها شنو باش ناكل. وقتاش نبداو حلو العيد، حلو العيد ان شاء الله. تنحاولوا قلت ربي من كازان ثاني نحاولوا بطبيعة الدبارات الكل هاكا حضرناهم، والشربة تولي سهلة، واليوم جمروا الشربة البيت ونحضروا سلاطة فيسع فيسع. دونك كيما قلت لكم تنحاولوا نعملوا خبز العيد وحلو العيد. هاني معاك به، باش نحطوا شوية زيت كالعادة ديو فيتامين اي، وكاو تبارك الله زادا الناس الكل يتابعوا ويعطيونا شنو دبارة شنو حضرتوا. وسيرتو كانكم تفكروا حاجات زمنية، شنو نقولوا كالأمثلة الشعبية في الكوجينة، شنو من الحاجات القدوم هذوكم. خلينا نفكروا نعيشوا شوية بكل ايدونتيتي نتاعنا. دونك هذيا شوية صل، الغربة حرمتنا من الماكلة التونسية. كيما قلت لكم إن شاء الله ربي يلم شمل الناس الكل ويرجعكم سالمين غانمين الجماعة اللي موجودين في الغربة الكل. ونعرف سيرتو الغربة صعيبة، وراك ما تعرف قيمة الحاجة إلا ما تفقدها، يعني تبعد من بلاصة. دونك الله غالب، مي إن شاء الله الكوجينة تلم الناس الكل. يعطيك الصحة شيف وتوسيت، برافو وبونكتواسيون، ميرسي حنان. به نحطو كالعادة شوية بصل، عندنا لحم بقري ما عند سوسيتي فرح. دونك اسمعوا في صوتي، عاملين لنا حسو بالكعابر، حسو بالكعابر. دوريت البارح عملنا زر بالكعابر، نجمو كيف مرة جاية نعمل حسو بالكعابر، مش مشكلة. لهنا زادة كيف باش نقول لكم بالنسبة للصوص نتاع الكسكسي، حطوهم بونجور يا غالي. يمينة وي دي بلا دو نوستالجي نتاع زمان، سي تخي انتريسون. يمينة كانت قلنا شنو من الأمثال الشعبية الزمنية القديمة اللي كانوا يقولوها يعني قبل، شنو هي الحاجات اللي كانوا يقولوها؟ نقولوا صام وفطر على جرادة، برشا حاجات للي يفكر ينجم يذكرنا. دبرنا اليوم روز شربي وشربة شعير وبريك ودي سلاج بريء
سهري علمي صحة وشفاء. كما تراو بالنسبة للكسكسي هاوكا انتوما شنو تختاروا، انتوما شنو تحبوا، انا نعطيكم سورتو لي زاستوس والحاجات. بونجور رجاء، لي زاستوس والحاجات اللي انتوما تعرفوهم. الصوص كيف باش نحضرها ابار، الكسكسي باش يخليه يتفور في ماء وحده. هيا يمين، هيا هاكا بدينا بيك انت، اعطينا شنية الامثلة الشعبية القديمة اللي تخص الماكلة. بعد كده كيما حطيتهم في الحضر والصوص باش نفوقوها اخبار كالعادة. فما شكون بالنسبة للصوص نتاع الكسكسي نحط كيتين مصلى كاية، عندنا كعبات البطاطا اللي خانها دريحة تقول سحروني، هاي كب تنزل على فمها تطلع الطفلة لامها. هاي استنيت على رسالة فريكاسيه البارح وليد قديت لينا رجاية، انا بعث لك ابعث لي ميساج جوست نبعث لك فيه الرسالة فريكاسيه. يعطيك الصحة شيف مناء. دونك صحيح كوب تنزل على فمها تطلع طفلة لأمها، بالطبيعة يقول لك البنية راح تتعلم كل شيء مع عند أمها. وانتم زاد كيف قولونا على الأمثال الشعبية الزمنية البنينة يعني بالحق ما عادش نسموها قبل. بون يعني تو تفرجنا شوية في العروي، الرديف نتاع العروي، مي هاكا نستفادوا كل واحد كيفاش، كل واحد كيفاش يقول شنو هما الامثال الشعبيه الزمنيه القديمه اللي نتوما تعرفوها تخص الماكله. ياكل في الغله ويصير في المله. هاي 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 ايمان يعطيك الصحه، والله العظيم انا فرحان نضحك فما برشا بالحق ياكلوا الغله ويسيبوا في المله هذيا. والله العظيم الامثله الشعبيه اللي تقول خانها بريحه تكون مسحوره. كسكس له يروح يرجع راسله، اي كسكس له يرجع راسله صحيح. شوف محليهم في الامثال الشعبية الزمنية القديمة، محليهم حكاية العربي. اي بالتوفيق شيخ محمد شوية، عايشك ربي خليك يا شيخ، خلي على النبي شيخ بربي عملنا يا دالي يا دالي. نتفكر سيرتو في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا الوقت في رمضان عم ناول لسه تنا نعمل فتام لبناء في البوفيه نتاع رمضان. طيب زوز يا مالح يا مسوس. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي قاعدين تتفاعلوا، سيرتو كان برشا ياكلوا الغلة ويسيبوا المرة. أنا غالب قبل كل شيء راني نشكر النساء الكل والبنات أون جينيرال الكل. نورا السلام عليكم، دليل على النبي يا حسرة على التام لبناء يا دليل. نشكر الناس الكل اللي النساء اللي قاعدين يطيبوا سيرتو في رمضان توا. يعني راه فما اجتهاد، فما اجتهاد كبير برشا. هاكا تام لي بني مشي يا دليل الله يرحمه تام لي بني. اذا فاتك الظاني عليك بالحمصاني كل حمص، اذا لم تجد الحم بالطبيعه. والله سمعت هذه قبل وتوا ثاني مره نسمعها. يمينة ميرسي بوكو. اللي بيعك بالفول بيعه بالقشور هاي. وحاجة أخرى زيادة نسبك لي، لهم ما كذبوش نسبك لي بالأمثلة الشعبية نتاعهم. الله يرحمهم اللي توفيوا، والكبار زيادة كيف ربي فضلهم يطول في عمارهم، هذوكم العمد عليهم. بالأمثلة نتاعهم بك الجو بالحاجات الزمنية تعطيك نكهة أخرى. والله صدقوني نكهة أخرى في رمضان. فيش قاعدة طيب ربي آمنة، قلت آمنة قاعدة طيب حضرت شربة، قاعدة طيب في الصوص نتاع الكسكسي. زوز طيب، زوز يا مالح يا محسوس، موش طيب نتاع حمي. كان فاتك كلام قول سمعت، كان فاتك تعب كل شبع. شنو هاد بارا؟ عيطة وشهود على ربيعة قنفوس. هاي عاد ديما نقولوها عيطة وشهود على ربيعة قنفوس. سيرتو أحمد لموشي أحلى شيف أحمد لموشي. بونجور. دونك برشا أمثلة شعبية يذكرونا في حاجات باهية، يذكرونا في ناس بكري جاي من تالي وعايتي مالي. بالحق كسكسلو يرجع لأصلو، الله يرحمهم تعيش وترحم بركة الناس الكبيرة. بالطبيعة العمدة عمدة الناس الكل، العمدة على الناس الكبار. أنا بيرسونيل مون يا حسرة زادة الله يرحمه الشيف عز الدين سراج. دونك شيف عز الدين سراج شيف قرى شيفين تاع تونس الكل، كيف يمكن تبارك الله قريت عنده أبار شيفين الآخرين
وعلمني برشا حاجات زمنية هكا يعني، نقول احنا عشت مع الناس الكبيرة، عشت مع الناس الكبيرة، كل مدور كله كعك، كل منقب كله زلابية يعني. كان صاحبك عسل ما تلحسوش الكل، دونك نجاح وعايدة. علمني كل الحاجات الزمنية، كان حتى كي يبدا يطيب ويبدا يدندن كي يغني شوية، يقول لي يا مؤمن ديما هكا في الكوجينة نبداو عاملين جو. الحق يعني الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، شاف عز الدين سراج، شاف اللي قرا الناس الكل. اي جرات دليلة ضربتني لا ضربني وكي سبقني وشكي، ضربني وكي به ضربني وكي سبقني وشكي. صحيح في هذايا نعرف من بكري تقرا في الامثال بالغلط. ضحى مثال صلحنا العزوزه هز الواد وتقول عام سابع شايف محمد شويخ. هاي قولوها ناس بكري، العزوزة هز هواد وتقول العام سابع، بعدين نجيبو كريم غرفة زغرونة تاع الفيح ونبداو نفوحو في الطناجر. ديما يقول لك كان ركبت الطناجر نتاعنا راهو سيي هلال المعون اللي طيب فيه شاف رجال عايشك معونة والله سبيسيالمون للتطييب. حطو شوية كركم، شوية هنا كركم، خيار الماكلة محضر وخيار الملبوس مستر. اي هو يقول لك راهو نسبك، يقول لك زاد كيف كيف الطعام محضر والباس ومستر. يعني علاش قلت لكم نسبكري راهم يقولوا برشا حاجات عندها منفعه. حطوا مغرفه تاع طماطم معجونه كيما تراو زاد كيف كيف. بالنسبه للتحضير نتاع لي بلا، فما شكون اللي قال لي طماطم معجونه، فما شكون اللي ما قاليش. انا بيرسونيلمون ما قاليش طماطم معجونه. الفاحه كريتو يبدا الكولوراسيون نتاعو شويه روزي هاكا مش مستحمر برشا. فما شكون اللي يقولوا احنا يقول لك نعمل كسكسي مكركم يعني برشا فيه برشا كركم. فما شكون يقول لك نحبو مطمطم احمر، وكل واحد كيفاش. كان تراو الكولوراسيون عاش، كان نجم نوريكم هاكا دي كوجينا وهذوما نشرات هذيك الشربه هاكا هاكم معايا بسياسه بسياسه. ما خاب عليكم حتى شيء، نحضروا من بعضنا منيو في لايف يعمل 66 كيف. دونك كيما قلت لكم تنجموا تبارتاجيو الناس الكل باش تحصل المنفعه للناس الكل. وراني عامل جو معاكم اذا كان عندك سمن قنطار لا تقول لي ندس ولا البيسار. احنا نحط فيه الثوم والهريس العربي اجراء الدليل. مازلت هاني قاعد نفوح. هيا بالمغرفه صغرونه، هيا بالكركم. شكون منكم برشا زاد في الدار يعني بداو يطيبوا ديما يتعاركوا مع الوالد والوالده في حاجه بركه، تعرف شنو هي ولا؟ اللي تقول له المغرفه اللي تحط فيها الفاح ما تهزهاش من الكركم للفلفل الاحمر. هكا ولا لا؟ لينا ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. دونك برشا يتعاركوا، سيرتو انا بيرسونيلمون نتعارك مع الوالده ربي يفضلها ولا حتى مع الوالد. تقول لي المغرفه حطيتها في الكركم ما تهزهاش في الفلفل الاحمر، حتى في اللحم ما تهزهاش. وسيرتو كي يلقاو من بعد الملح يلقاو حشاكم لذا يلقاو بالفاح يتغشوا برشا برشا. يقول لك الفاح هذوك ما تبسهمش. دونك طب جرى على تمها تطلع البنت لامها منى. صحيح ريم بونجور. كما قلت لكم انا قاعدين نفوقوا في الكسكسي، الصوص تاع الكسكسي والشربه اون باراليل زاد كيف كيف. الله يعينك. شاف شنو هو المنيو هايدا نذكروا يا مين. اي بالحق الحاجات اللي هذوما اللي يصيروا في الكوزينه راهو عندهم نكهه اخرى، عندهم بنه اخرى. راهي تبدا هيبه بونجور، راهي تبدا الوالده مغشه وماني قلت لكم. قول لها حاضر الله يبارك، حاضر الله يبارك، ما عادش نعودها. شاف تحط الخضره تقلم على الحم، انا نرميها في تفويره ثانيه اما خير. به ربي فضلك، فضلك هند فاطمه، ميرسي بوكو، فضلكم عندكم. دونك كيما قلت لكم راهو الصوص نتاع الكسكسي اتو مومون بعد ما تحضر نطفي عليه، يعني مانيش مربوط بالتفوير نتاع الكسكسي. نحطو شويه حمص، عندنا شويه ثوم. ربي يفضلكم ما عندكم سيرتو الوالدين راهو، وعرفت كلي كي عمال يزيد يكبروا يوليو هما اولهم. يقول لك اولنا صغار واخرنا صغار يوليو. هيا ماني قلت لك لفاح ما تهلكوش، ماني قلت لك ليه وفيت لفاح نتاعي. وسيرتو كي نطيب يعني كاش مره نهزلها لفاح نتاعها تقول لي ليه ما تمسش وخلي غادي ما تعملش وخلي.
والفلفل الفلفل الاحمر، ليه ما تخلطوش مع الكركم؟ وليه مش هكا ما تفوحش؟ وهذيك هذوما كلهم بالحق راهو واحد يقعد يتفكرهم، ربي فضلهم وربي طول في اعمارهم. كما قلت لكم هكا حديت شويه ثوم، دونك الثوم يجي مع البقري كما برشا. بالنسبه للفاحات عندنا هنا عبيسه عربي اتوز فيزا ريسيبيس الكل، شنو طيبت شيف توا خلط ريم 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 عايدة مزني كل بوات حطيت لهم كبير، والله جربت والله العظيم اخر مرة كل حكة متاع فيه حطت فيها كل مغرفة صغيرة وبيكسا نفس الحكاية به ريم. الجماعة اللي خلطوا علينا شنو حضرنا؟ حضرنا كسكسي اللي هو باش يلم العيلة الناس الكل، عندنا شربة ريسيبيس هذوما الكل متاع بن جميع تلقاهم في زهرة لافيترين التروار يمينة. انا نحب نعرف التقلية متاع الطماطم باهية وبيان خايبة باه يمينة. باش نقولك حاجة توا، مثلا برشا سيرتو على هريسة، هاي فيها تحك الهريسة ديجا برشا نقولك على هريسة من هي تتحط في الاخر. علاش تحط في الاخر؟ خاطر تعطي الجو متاع شوية المرار. بالنسبة للتقلية متاع الطماطم سهلة، ليتاب بونجور شيف شنو هو طيب جو فيان داريفي. الجماعة اللي خلطوا علينا انا نقول لهم شنو قاعدين نطيبوا، قاعدين نحضروا في غسي، قاعدين نحضروا في شربة لسان عصفور كيف بالحم، نعرفوا هذوما الحشيش الاولانيين اللي يكونوا موجودين. التقلية نتاع طماطم معجونة، هو طماطم معجونة على قد اولادكم جينا بلاش بيك ما عادش نجموا نتفرجوا فيها مصادت على غالب. دونك ما مناش ولاد الكوجينة، اخترنا سني لايف مدار لايف ديري. التقلية راهو على قد ما تقلي طماطم معجونة على قد ما تصير لها كونسونتراسيون، على قد ما تسيب القروسيه نتاعها انت والروسيت اللي باش تحضرها. تو نقول لكم تبع نقرا لكم كومنتير شويه صار. انا منو سبارس مرقه وكسكسي بالحوت سلطه مشويه بديسير خبزه فاكهه ماني لسانك سواني كده صمتو صاني كده خنتو خانك به. انت والبريباراسيون باش تحضرها كيف كيف راهو تختلف الطريقه نتاع الاعداد، يعني سورتو في المطبخ التونسي. بالنسبه لنا كي مش طيب مكرونه دو بريفيرونس تحل الطماطم معجونه في شويه ماء تصبها في الكاسرونه باش تحضر فيها، وكي تمرق تمرق بالسياسه ما تمرقش بالبرش. كان تمرقها بالبرش سي يعني راتي بالنسبه للصوص تاع المكرونه. كان انت مثلا باش تطيب حاجه اخرى فما تقليه نتاع كسكسي بالحوت، هذيك راه ما معهاش لعب التقليه راه فهمت. سناء بن سلامه احلى مسيو عايشك نور الهدى بربي شاف وين ليزيبيس بن جميع وين نلقاو. ميرسي. بالنسبه ليزيبيس تاع بن جميع تلقاهم في زهره لافيترين التيروار بحذا المرشي تاع المرسى، ما تلقاوش عندها كان ليزيبيس، تلقاو عندها برشا حاجات الماكله الزمنيه اللي مقال خابي الحاجات الزمنيه البنينه الفاح البنين اللي فاقدينه تلقاه موجود غاديك. الطماطم كي تبدا مع زيت زيتونه ما تقلاش، وزيت الفطيره تقلى جست شويه مش برشا، وديما تمرق بالماء سخون باش تحافظ على درجه السخانه صحيح. هذايا لينا بيان سور لينا. ضحى احنا كسكسي ليله النص نعملوه لحم وحمص وزبيب سنا هاو باش نبدلو نعملو بالخضره بيان سور. دونك فما من بكري نستنى في حاجه يقول لك كل بلاد ورطالها وكل مراه وشغالها، هذايا اللي نتفكرها ما عادش كان يقولوا لي صحيحه ولا مش صحيحه. هذايا يقول لك كل بلاد ورطالها كل مرأة وشغالها، يعني المرأة كل مرأة من بلاصة طيب بنوعية معينة. ربي يخليك يا باهي نور الهدى وحديدة. كيما قلت لكم الحاجة الباهية اللي سيرتو في الكوجينة فما كالغرام فما كالجو. ما ننساوش حاجة أخرى مش نملحو باهي. ربي يخليك ميرسي شيف. أنا نمرق بالماء سخون وباهي الحكايه بطبيعه. انا بدي نمرق يعني ما طلقش نمرق بالماء سخون وسيرتو بور نو باستو بيل كويسون. هذه الحاجه الاولانيه. هذه الشربه هاي تحضر ريت سيرتو في الكوجينه راه فما درقتش من استوس شويه القراع الاحمر يعني هكا الطنجره تبدا اللهم صل على النبي مشكله مش خليهم مصبات كبار كي باش تبدا حاجه عربي. نغسلو دينا كل بلاد ورطالها مازال ما
حتى حد ما قال لي عليها ما جاوبني عليها، اللي تحرق من شربه يولي ينفخ على سلاطه. اي دونك كيما قلت لكم صرتو هاي التشليله الخفيفه بتاع كل واحده بتاعك الحقه تاع الطماطم هاي نمرقوا بها باش نقسمها على زوز كسل. فما شكون يقول كروانه، فما شكون يقول كسرونه، انا مقلي شيف نلقاها ابن ماكله. جو فودري سافوار سي الكسكسي نبلوه مرتين او بيان مره واحده. به باش نقول لكم حاجه برك قبل الكسكسي قبل كل شيء، ريت كيما قلت لكم الوالدين ربي فضلهم وربي يطول في اعمارهم، ما نساوش ندخل انا وامي في الكوجينه، هي من ليكول تبارك الله يعني ليكول دو لا في، العلامه نتاع مميت مميت مميتي، وانا بالفيزيون تاعي على ذكر الكسكسي. دونك بيرسونيلمون يا ميل اون روسيت باش تحضر كسكسي ابني. مثلا انا نفوح الكسكسي، نفوح الكسكسي قبل ما نفوره، عباد اخرين ما يفوحوهوش، انا شايف كسكسي باللحم ما نقليهوش نفوره على البرد. هاي كيما قلت لكم انا حضرت الشيف مروان بونجور سلام شيف لفاح نتاع الكسكسي بالحوت. اي وقتاش نحطوه به وي كل بلاد ورطالة سي فغي. اللي فاهم تاع كسكسي بالحوت باش نحكيكم سيرتو على كسكسي. حضرت الصوص الرار هذه حاجه من الحاجات، وانا مفوح الكسكسي بيرسونيلمون يعني سي ان شوا. البورسكيل نحطو له الفاكهه قليل في الزبده ولا في الزيت. والله بالنسبه للبورسكيل راهو نحطوه اشتر زبده اشتر زيت كيما قلت لكم المره اللي فاتت، نعمل الميلونج هذاك هي بالحومه حتى انا نفوحو. سالو شيف مرا باش نحطو شويه في الداخل وين كيما عرفنا صغرونا. وهذا ناخذ الكسكسي زاده فيه سر واحد اخر، وراه عمال نعيشو عمال نتعلمو. مثال بونجور مروان، عمال نعيشو عمال نتعلمو. علاش نقول لكم عمال نعيشو عمال نتعلمو؟ باه فما شكون يحضر مرقه من قبل، نعطيكم زاده سر باش يبدا الكسكسي بنين يعمل 66 كيف. ناخذ الكسكسي بالسياسه كيما قلت لكم، تاخذ الكسكسي ديالي شاف احنا كسكسي بالعلوش وزبيب وحمص وبصل في ليله النص هكا في جربه نعمل. دونك اللي ما يسمعش كلام كبير والهم تدبير صحيح لا جاي في صحيح. احنا نفوحوا الكسكسي اوسي كيما قلت لكم بيرسونيلمون، يعني انا نفوح الكسكسي كل واحد كيفاش، وتوريكم الطريقة. فما زادة استيس واحدة أخرى مرة جربتها زادة كيف كيف، شايف احكي لنا على الفازة سيمونير صارت لك وأنت بديت تتعلم وتعمل في أول بلا فار إكزومبل، حطيت ملح في أول سكر وبيان حرقت الماكلة. هذا تنحكي لك يمينة من تو نحاول نتفكر نقول لك شنو مرة مشيحة شنية مش طيب اليوم صار التقلية لازمها وبن أنا قلي أنا فوحوا فلفل أكحل بالعود. فما شكون يفوحوا بالعود شركة بالعود قرنفل، يعني سوسون دي غو راهو تختلف، مي الهدف واضح. من بعد انت اذا تعلمت البازا في 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 بلا من بعد انت تجتهد ابريتو. نقولوا احنا واول حاجه تعلمناها يقول لكم انت من بعد في كوجينك طيب كيما تحبوا تشتي. دونك باش نوريكم شنو باش نعملوا قبل كل شيء. نحطوا شويه ملح هكا، هذا شويه ملح. خذينا كسكسي ديالي، كسكسي نطوحوا بالبصل شايح والثوم والفلفل شايح والتيم الكرويه والزيت نهرسولو. دونك كيما قلت لكم يعني الفاح يختلف. باه باش نعطيكم زاد استيس وبرشا فما بليزيور استيس تعلمناهم سيرتو في الكوجينه، وقاعدين عمال كل نهار نزيدو نتعلمو ونزيدو نستفادو ونزيدو نحاولو نفيدو بها الناس الكل. دونك فما زاد كيف كيف اللي حاضر الصوص، كان حضرنا صوص من قبل دونك نجمو ناخذو بارتي صغيره من الصوص نغليوها تبرد. مو نورمالمون كسكسي مايو تاو وقته يبرو، احنا في دارنا عملنا كسكسي ليلة النص، وانا زادة في داري كملت هكا وصحة وشفاء ليكم يعطيك الصحة روز. دونك هاكا نحضر ونحكيلكم. ناخذ شوية كركم، علاش توا مثلا برشا يفوحوا الكسكسي، انا بيرسونيلمون نفوحوا علاش؟ خاطر ساعات من كثر وقت البريباراسيون كل إذا فات كريم كل سمان تفات نهار كل شبعت. دونك بونجور شيف يل دوا يافوار اوتون دو سيت كو دي جون كي بريبار لو كوسكوس سا سي سور عبير. كيما قلت لكم يا ميل ايون غوسيت سيرتو الكسكسي
وكل مره نجربه وتلقى روحك ساعات الكونديسيون هي يعني في الكونديسيون هذيك هي صحه فطوركم شيف من الجزائر يعطيك الصحه احلى تحيه لاهل الجزائر والمغرب العربي الكل. انا نحط الملح في كوسكي باش ما يقعدش بس دونك حطيت شويه ملح حطيت شويه فلفل اكحل حركوه نكركم غير فازغرونه تاع التفاح نقص شويه تجيبوا له مختار سمح لي خليه سلة سلة دونك عامل بلاك بالبول لازمك تبعها سيرتو تبارك الله النار نتاعها قوية يعني النار نتاعها قوية البلاك بالبول الواحد كل ما يعيش يتعلم بالطبيعة كل ما يعيش يتعلم والله صدقوني رانا يعني كل مرة واحد يتعلم كيفاش يحضر روسيت علاش يعني كسكسي اليوم جربت التكنيك هذيك غدوة جرب تكنيك أخرى المفيد سو كي كونت بعد ريزولتا فهمت العملية باش نعطيكم شنو هما الحاجات وشنو هو الأحمر اللي حديته يا شيف لين باه حديت فلفل أحمر حديت شوية كركم شوية ملح شوية فلفل أكحل فما شكون يحط قرفة شوشة ورد يعني موجودة الحاجات اللي انتم تحبوها مي أنا نوريكم الطريقة وانتم جربوا كان عجبتكم سي بون ما عجبتكمش نجمو تبدلوا يعني الشواء عندكم باش ناخذوا شويه زيت كالعاده زيت نجمه والله اول مره نشوف كوسكي يتفوح تو نجربها كيما قلت كل بلاد ورطالها ايمن محمود صحه باترون صحه يعطيك الصحه ايمون غالي دونك نحطوا شويه زيت ومره يا سيدي بن سيدك جاني شكون قال لي تاخذ شويه ليديم اللي موجود في الصوص تفوح به الكسكسي وتفكر جربته يعني جربنا ما قعدناش في ميثود بركه ولا نقولوا احنا هاكا عندي روسيت ولا ما نجربهاش ليه ما يصيرش نجربوا احنا اوني لا بوغ سا نجربوا باش نشوفوا الفائده تحصل للناس الكل دونك جربت مره خديت الزيت اللي موجود في الصوص بعد ما حضرت الصوص علاش كنت سبقت حضرت الصوص دونك خديت الزيت اللي موجود غاديكا وفوحت به الكسكسي وعطاني نكهه اخرى جربت كيف زاد كيف ما نورمالمون نبثلو بشويه ماء احنا كسكسي دونك خديت وبدلت خديت شويه من الصوص خليتها تبرد زدتها دوبلاش ماء وبعد بثبت به الكسكسي هكا فيم يعمل 66 كيف ولا محاله انا باش نزيد شويه ماج لاجوت كو بابريكا اسيل امل باش نزيد شويه كسكسي دونك كيما قلت اخترت الكسكسي ديالي هلا غالب مش حكايه عين كبير ولا حاجه مي انسان ستانس مش شايف كلود جيرافل سا دون ان جو اي اون اودور ستاردينيغ اون بلوس سي سوبر بور لا سونتي جي ابري دو ما مير صح عليكم انا نقول ندلل الكسكسي باليدين ما غوند مير ما ديزي سا اي دونك امال و يمينة وشيراز ما عادش كسكسي بالزبيب والعظم انا ما نعرف نطيب شيء يا شيخ وما عرفت عندي 10 سنين عايش على ماكله وما ماكلت الشارع مي هاني بديت نتعلم في الحجر ليه والله ليه والله العظيم كنت تحب الماكله اللي باش تحضرها تو تتعلم برشا حاجات دونك باش نزيد شويه بس في الحقيقه للي باش يكتب للي باش يجي شي يتعدي شي انسان حاجه للي باش يكتب هاكا اوموا الناس الكل كسكسي خيط جويد هاكا نتاع ديري حاب نقول لكم الكوجينه كيما حكيت المره اللي فاتت راهي كوجينه راهي غرام كوجينه راهي حب كوجينه راهي برشا حاجات بالنسبه للفاح كيما قلت لكم كلو جيرافل يعملوا علاش قلت لكم بكري انا والوالده يعني اللي ما تعرفش تغسل دوارها ما خدتها في ولد الناس خسارة واللي ما يعرفش تبيعها وسليقه ما خدتها في بنت الناس مضيعها رجعنا شويه الامثله الشعبيه اللي تعمل 66 كيف دونك كيما تراو بالنسبه للكولوراسيون نتاعو شو محليه هكايا باش ناخدو كيف هاب شو نقولكم صحه مؤمن ليك وحشه عنا مديده مارينكش يعطيك الصحه عزوز الغالي امير سلامي للكوجينه مفيس صحيح كوجينه مفيس وي 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 دونك وسيرتو كيما قلت لك يعني احنا نحاولوا ناخدو شويه من الحاجات القديمه الزمنيه ناخدو حاجه من عند الوالده ما عند سو مانيفيك منين شريته هاي كانت تحب لي مرمي تجهزهم فما حتى مشكله سليمه يجي والله بالحق يجهزهم به شراس ما شاء الله صحه وفرحه
يعطيك الصحة. دونك على غالب انا بيرسونيلمون نحكي على روحي، تربيت يعني هكايا، وربي فضلهم الوالد والوالدة، ربيونا على القلب الكبير. الكسكسي يالينا جويد، دونك هاو الكسكسي رقيق نتاع ديالي، هاو ربيونا الوالدين على القلب الطيب، القلب الكبير. كوشين الراجل نسي ما عندكمش حتى دخل فيها ديما، طيب تيب راجل خير من زي. والله يسمع تيب راجل ايمون خير من زي، ونسي ربي فضلهم ونسي تيش فوق ريوسنا. مي هكريت نفوس يعني قاعد نطيب وثابو خريس، اي صحيح ولا تعلمت ظلمت الكوجينه، ونحس روحي عملت انجاز كنطيب حاجه وننجح فيها، مدنيا اونفي دو مونجي دي كوسكوس. بيان سور الحاجه الباهيه اللي احنا نطيبو بحب، نطيبو بغرام. اهم كوسكوس هذاك جادور مي فاليز الكل ما بين كي نجي لتونس. للناس اللي في الغربه زاد كيف كيف نقولكم ان شاء الله ربي يرجعكم سالمين غانمين. مش خليها ترجع عليها نارها، طفيت عليها هاكا الصوص خاطر لو طون اللي من بعد غلي الماء باش تفور، يعني ما فماش حتى مشكل. من بعد باش ناخذ شويه او باش تراوني شنو اللي باش نعمل بالضبط. ناخذ اللوش نورمالمون بحاجه تيت سي كيل مارك لي مارميت سون مانيفيك. الماركه حتى نقولكم شنو هي الماركه، لا ماركه نتاعهم اس دي بالنسبه للمارك. ليه كوجين حب كتاب تبدا طيب في الماكله، ربي فضلها الوالده ورحم امي، عايشك عايشك تسلم الايادي. به تابعوني بسيسه بسيسه شنو باش نعمل. دونك باش ناخذ كي طفيت عليها دوب ليش، ناخذ شويه بركه من الصوص من فوق. نورمالمون احنا ناخذ بحاجه تيت دوب ليش هكا باش نحطو من فوق باش تقعد فيه كنكهه كالريحه البنينه. ربي ولدك على الخاوه والشده ولا تخليه لشميت تلعب صحيح. هذا المدير عاد هذا، وانا نقرا الكومنتير وما تهبطش. هذا هندوده الغاليه، ربي فضلك يا هندوده الغاليه، وربي يخليك لينا تاج على ريوسنا. وكذا الوالده، الوالده توا في اللايف لا بلي. ربي فضلها الوالده وربي فضلكم ما عندكم. هكا هكا كانت رافيه تو كيفاش نطيب تقول ليه ما نجمش ندخل انا وياها الكوجينه الوالده. سيرتو كيما قلت لكم يعني هي ليكول دو لافي نتاعها مش كيف كيف انا وياها. خليت شويه من الصوص، هذه طريقه واحده اخرى يعني هكا سيرتو انا جام بروفيز قدامكم باش نحاول نوريكم كيفاش نحضر طريقه اخرى المفيد المنفعه تحصل. مانيش باش نحرك ومانيش باش نعمل حتى شيء، باش نخليه ابار على جنب باش كامل نحضر دوتر بريباراسيون اللي هي سلطه، ومن بعد نعاود نرجعوا الكسكسي نخليه يتفوروا. نورمالمون من بعد احنا ما نزيتوه نفركوه بالكدا بالكدا باليدين، يا حسره. وكان مرخناه بزيت ماء هكا نخليوه في الشمس باش يزيد يشيح، يا حسره. فما عميل تفكروا شنو هو العميل يمينه بالنسبه لعميل الكوجينه. والله والله نسيت شويه ما جو في سا لا دوزيام تفوير. لا لا تعمل تفويره بركة نقول لكم زاد كيف كيف شنو تعملوا. السر بالنسبه في الكسكسي، في الكسكسي سهل العمليه، راهو جينيرالمون تنجم تغطيه برشا. يقول لك ناس بكري يا حسن يقول لك ما تغطيش الكسكسي، انا بيرسونيلمون زيد نغطيه. دونك تعشى وتمشى وتغدى وتمد، ربي يفضلها لك وتعيش تاج على راسك. شاف تحفول مراه تصبر دارها تعمر، دونك ربي يخليها لك الوالده. باه كيما قلت لكم يعني انا بيرسونيلمون نخليه نغطيه الكسكسي. علاش نغطيه؟ باش يرجع ليه الفابور ويسخن فيسا فيسا. نبيل بونجور. ابار سا سهله باش نعطيكم استوس، تبعوني مليح مليح. ريت الكسكسي كي تضرب ويجاوبك يبان بي، نقولوا تضرب ويجاوب معناتها راهو طاب. هذايا الله يرحمه شيف عزيز سراج يعني حاجه علمها لنا، مش هو بركه زاد كيف كيف حتى الوالده علمتها لنا كيف كيف. احنا توا رجال طيب ونسيه وحاجه باهيه برشا برشا باه. يعطيك الصحة سي نبيل يا بلبل يا غالي، حسني صحة شايف يعطيك الصحة. طيب باش نحضرو سلطة، السلطة زادا كيف كيف كيما قلتلكم على قد ما تبداو طيبو بحب وغرام على قد ما الماكلة تجي بنينة زايد. مانيش باش نقولكم حتى حاجة أخرى، باش نبداو نقصو في السلطة. نقصو سلطة ربعية فيها فلفل وطماطم، فيها فلفل وطماطم وبصل. اخترت الطمطميات
الباهيات هذوما شو محلاهم هاكا موجودين من المارشي نتاع مرسى مع عند عماد. تحية لعماد تلقاو عنده شوا كبير برشا سيرتو في الخضرة. شو نقصو توا البصل الجويد على قد زاد كيف كيف راهو الناس تاكل بعينيها، يعني على قد ما نقصو حاجة ساعات جويدة في السلاطة على قد ما تعطينا منظر في السيرتو في الفيزيويل تعطينا حاجة باهية برشا باه. الكمالة هذيك نتاع البصل ديما ديما نستجيب في ترانسفورم ما نطيشو حتى شيء في الكوجينة ونصوركم سيرتو بعض الأمثلة الشعبية والأمثلة الزمنية وكب الطنجرة على فمها تطلع البنية لأمها، يعني سيرتو ناس بكري ما كذبوش راهو برشا حاجات يعرفوها برشا حاجات كانوا دي فيتوريست، يعني يقول لك نعرف شنو باش يصير قدام من خلال خبرتها التجارب اللي عاشوها ناس بكري راهو ما تتقرا في يعني تتقرا في الحياة ما تقراش في الكتب في الكتب ولا لا يقراوها. باه نشوفوا كل كوتو دو شيف هذاك العزيز الغالي كوتو دو شيف. بعد ما خدينا البصل ايه حسر على مارشي المرسى والله توحشت تونس وريحة الماكلة والخضرة والغلة في تونس. سمية بن يونس مراسل تونسي. أنا قلت لكم راهو برشا لبرا نتصور يبارتاج لو ميم افي نتاعي انا اللي برشا حاسدينا على الخضرة والغلة نتاعنا، يعني اللهم صلي على النبي عندنا شوا طيارة برشا. أنا مرة طلعت روسيا ما عندهم حتى شيء في روسيا، هو البلاد اللي ما ينبت فيها حتى شيء. Et pour terminer, le tout une bonne salade verte. Bien sûr, Mediha, Soumaïa bin Younes, salam, bonjour. Donc, la Russie m'a fait mes choses. J'ai beau tsawa, ta fiou à la chorbe, avec Omar Hamrigla. J'ai beau le Maghreb, j'ai beau le Kazakhstan, j'ai beau le Blaise, le Kolma, on a tout ça. Donc, au moment de la fin de la foire pour la promotion d'huile d'olive. C'est quoi le repas? Bien sûr, le repas, donc, on a couscous. تعليل النص عنا شربة سين عصفور زيتها بالبقري عنا سلايتة هاني قاعد نقص فيها نحضر ونقص ونكاو تزيد تشوفوني وي لي بو دي ليغوم والفوي نتاع تونس ابان ايسي اون فرونس. نعرف سيرتو طلعت لفرنسا ونعرف الخلة والخضرة هذوكم هذا ما نحكيوش عليهم. الطماطم غادي كاسيت طماطم يقدروه سي فغي صح عليكم لا تونيزي مو مونك لو غو نا غيان افوار دي ليغوم تاع البلاد. صحيح بالطبيعة زاد كيف كيف راهو حتى كي تمشي نزيد نفسر لكم حاجة توا كي تمشي تاخذوا الخضرة مش كيما تمشيو تلقاو خضرة قدامكم نحاها قدامكم راهي عندها منفعة أخرى. تتصوروا أنت تريف تابل ولا تريف يعني كي نقولوا احنا تابل اللي هو الكوريوندر ولا تريف أنات ولا معدنوس ولا كلافس تنحيه حتى من الجردة راهو عنده نكهة أخرى. نرجع نقول لكم بالحق الماكلة الزمنية والطريقة متاع التقديم والطريقة متاع الإعداد هي اللي تبان. قاسينا شوية بصل شوية فلفل هكا فلفل شوية كيما تراو نزيدو نقصو كباش تكفي الناس الكل. والماكلة الزمنية الماكلة نقولو احنا الموسمية سبحان الله احنا حتى كنا نطيبو فرفوشة اللي هو يعني كسكسي بالبسباس وبالبصل والا شبتيه والا اي حاجه ولا شكشوكه تبيت او سوميا لا سوميا تونس لي كوزان بيان سور سوميا لي في تونس ما نخرج شبريس دورت الحمد لله يا ربي كرحمت وخرجت وتوا كونفينمون سينو راني خرجت ندور باش اوموا نشوف دوتر كولتور في بلدان اخرى كيلكو سوا وحدي سا مومونك البلاد حد حدك حد المسقي اما مصفوف يغص اي كملوا لنا شنو عندكم امثال شعبيه اخرى. والله اليوم عملت جو سيرتو الامثال الشعبيه راهو يحكيو على الحاجات نتاعنا على الطابع. ساعات مثال شعبي بركه يقول لك البير تشرب منه ادعي له بالبركه. دونك سيرتو الماء فما عباد تفهم المعنى هذايا نتاع البير اللي تحبه والبير تشرب منه قدايله بالبركة. يقول لك كول
وشارك الناس ومالها، ويقول لك زاد كيف كيف، هذايا اسمعوها مليح في الماكله، يقول لك رزقي ذوقه ورزقك حاشاكم عقرب فوقه. دونك هذايا مثل زاد زمني قديم برشا للعباد، يقول لك نوسيون دو بارتاج. يعني انت اليوم مثال جيت افطرت بحذانا وهذا ما يسالش، نجي نفطر بوحديكم. يعني سي سا لا نوسيون دو بارتاج. قبل ناس بكري يقول لك كنا نتلموا في رمضان، فما عباد ما نعرفش اسكو توا يبارتاج لا في انهم عندهم رمضان ساكري، رمضان يحضروه، يعني يعديو رمضان. يقول لك انا نعدي رمضان في دار بابا وامي، يقول لك ما بدلش. ناخذ الطمطومه الخضراء هذيا تشوفوا فما برشا تعيشوها، مي هذيا راهي بنينه 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 بنينه. اي سون بيان دوا تي ليغوم، والله طياج ما نخبيش عليك. نقص ونبدا عامل جو، جو في سا افيك امور اي باغ امور كيما قلت لكم. شوم حليها الطمطومه الخضراء هذيا تشهي الخضرة، راهو تعطينا نكهة أخرى. وكما قلت لكم راهي كوجينة غرام، تحب تدخل للكوجينة ادخل للكوجينة وأنت عامل جو، قص الماكلة هذيك كأنك أنت تشتكي. ألوغ شيف أنا نعرف نقص لي زورغان هومان بويسكو جو جيست اللطف اللطف معرفش نقص البس الخضرة. دونك أنت خليك في الدومين هذاك وما ينساش احنا تو نقص لك نسلم الخضرة. تحية للناس الكل، تحية للطبة، تحية للمحامين، للمهندسين، لربات البيوت الكل اللي موجودين يعني في الدار اللي قاعدين يطيبوا. وهنا احنا اون بارتاج اوتون دو شوز معاكم، والفرق سيرتو اللي تتفرج انت في روسيت، الفرق انك انت هاوكا قاعد تحضرها، تحس اني قاعد نحكي على الخضرة كأنها كي تبدا خضره تصبر ايامات وتحمر. صحيح تصبر ايامات وتحمر، تو بريبار لو با بو كومبيان دو بيرسون. والله هي 5 بيرسون. سميه جاتور كوزيني، حطينا كاتوس جاتور كوزيني. ماهيش مشكله من بعد بالنسبه للبريباراسيون، يعني 5 بيرسون 7 8 لو طون اللي انت توكلت على ربي وبديت باش تحضر نقولوا احنا التناظر نتاعك سيء. يعني نومبر دو بيرسون من بعد ماهوش صعيب. كيما قلت لكم ماك تراف طياج سي في سوانيوزمون، دونك فينمون. هيك علاش قلت لك عاش طيب، باهي ما فما حتى مشكل. هاك بحذانا ان شاء الله. انا نوعدكم الحاجه اللي حتى بعد رمضان نحاول بفضل ربي نعمل لايف في دوت روسيت، مي الروسيت من بعد باش تكون خفيفه في سفيسه، يعني نتاع بلا باش هاكا المنفعه تحصل للناس الكل. سماح بن يونس ابراهيم صاحبي سي لا فامي. هاي دونك كيما قلت لكم هو حاضر في سلايته في سفيسه هاكا، واحنا نحكي واحنا قاعدين نتناقشوا. وينهم جماعه الامثال الشعبيه؟ وينهم هذيك الحاجات اللي يجيبوهم من القاعه الخابيه؟ حاجات باهي جفي غنيتو لي بن يونس اللايف دو ساكمي. هاي سي بيان سمية، دونك يمينة قلب الراجل معتو. هاي حوت ياكل حوت خليل جادي موت، جو كونت سيغ فو باش نتعلم ونولي مرا حرة، ما عادش يضحكوا عليا الفامي. سالو شيف بربي شو على كريم ميرسي انتصار يوسف يعطيك الصحة. شو يوسفي انت عندك عزيمة باش طيب، بور لو ريست ما يهمك حتى. هذايا نصيحة باش نقولها لكم، فهمت العملية؟ مروة شاف جيت توا شنو الوصيات قاعد نحضر في سلاط. دونك سلايطة تعمل 66 كيف، طمطومات هيا محلاها طمطومة تشهي، تعمل 66 كيف زادة. وهاوكا راهو إذا عندكم غرام الباقي ما تخافوش، هذاك هو الفايدة الغرام، الباقي كل شيء يتصلح. اليوم يا سيدي بن سيدك حضرت هذيك الميكرو، اليوم يا سيدي بن سيدك حضرتها جات ناقصة ملح من بعد تكيل، فما حاجة بلاش كون زادة كيف اللي يعرف في رمضان كيفاش نعرفوا الصوص مالحة ولا مش مالحة. باهي يقول لك اعمل خير وارميه في البحر، جاري ضاع عند المخلوق ما يضيع عند الباري. سلام شيف كل ما تراش مالها نحب الروسيت هريست اللوس. باهي ان شاء الله جوست خليولي ميساجات تو نجاوبكم بالواحد على لي روسيت اللي تحبوها الكل. حلو مر حدا يتعدى العمر، هاي حلو مر حدا يتعدى العمر.
به تحية سلك قانون لينا بيان سور، لينا تحية لسلك قانون، راهو خويا زاد قاري قانون، تحية لخويا زاد اللي في فرنسا أشرف، ونحب راني جماعة القانون راهو باهيين، راهو هذيك الحاجة الباهية اللي موجودة لجماعة القانون، هما اللي يفرضوا القانون يعطيهم الصحة. دونك كيما قلت لكم توا هو باش نقص الطماطم، باش نكمل نحضروا سلاطة، نجمو نقصوا لها شوية نعناع فرشك، نجمو نقصوا شوية نعناع شايح هكا كان تبعوا فيا. المفيد نقصه بغرام، نقصه بحب، نقصه بمعزة، هذايا هو اللي ينفع الكل. هاكا الطمطومات الباهيين كل هذا تنزيدو معاها شوية جبن وشوية جامبون باش نكهو نعاودو الفطارة يدوخو. حمودة سعيدي بونجور، ما هي علاش نحل يلا يلا علاش نحالها قلبها طماطم مش نقصها طماطم. بونجور حموده، من لونها تبان ناقصه ملح وساعات بالريحه. به هات نقول لكم كيفاش تسلقوا بحاجه انا مش بعرف القانون اما ده في كل شيء. باهي باهي اسمعني لينا، هاكا تنعملوا كونفونسيون، انا نسالك على الحاجات القانونيه وانت اسالني على حاجات تاع الماكله، هاكا يصير ايشونج. ريم كي تقر زيتها يا شيف ملحه سافا، وكان ما قرتش ماستر. تحيه صديقي اشرف اللي غرمني بيك شيف، وما شاء الله على اخلاقكم زوز، ربي يخليك. دز هو تحفه الشربه توت به نعطيكم، وربي فضلها الوالده وماماتي زاد كيف كيف. حضر الوالد راهو يعرف، راهو ما تقولوش ناس بكري ما يعرفوش، راهو الحقيقه ناس طيبه على الاخر اللي شكر روحه. به تحطوا الصوص على الفر، تحطوا الصوص تاع الصوص على الفر، كان جريت معناتها ناقصه ملح، كان ما جريتش وقعدت كالقطره معناتها يقولك اللي ديما متاعها اموره مريقله. به دونك بالنسبه للسلايطه هكا ناحيه لها القلب نتاعها للي يسهلوا على القلب ومي جراح، اما انا في كوشينه نحينا القلب علاش خاطر من بعد تسيب الماء نتاعها، تسيب الماء نتاعها وتميس نقولوا احنا سلاطة، وسيرتو ما تنجمش من بعد تقصها جويدة كيما ترى هكايا. هاكا سلاطة بنينة تعمل 66 كيف مديحة مالوغوزمون، هاكا نحيلها في القلب نتاعها راهي طمطومة باش نجم نقصها. دونك انتي والنوعية نتاع الروسيت نتاع السلاطة اللي باش نحضرها، باش ناخذو ان تي رابيل من هنا، شوية جامبون دوبليش، عندنا جامبون تاع مليحة تاع دجاج، يعطيك الصحة ريم. دونك كيف كيف نفس العملية، ميسيرش هاكا احفظو تكنيك كان تراو اللي كلا اللي كلاو حلا كيف اللي بناو علا، يعطيك الصحة. ان كوفير كو جيم، انا قلت لكم راهو ناس بكري، ناس بكري حكاو على الكوجينه، حكاو على الضيافه، على الكرم، يقول لك ما نفقتو بين عشاه. دونك للي تفكروا المثل هذا يقول لك ما نفقتو فلان، ما نفقتو بين عشاه، يعني برشا برشا حاجات يذكرونا به. انا كنت طيب نحط برشا ملح، مشكلتي اش نعمل باش نصلح المشكل، المشكله هذيا والله قالوا ناس بكري تحط شويه بطاطا، ما انا ننصحك ملح يعني جوست كنيجيريا لا يا ولي كذابي هات شوية بطاطا سينو بيت مع الدجاج صباح يتلقي اي. دونك سينو حاول ديما دو بريفيرونس كيما قلت لك حكاية تفر دوما تحط الصوص سيرتو هذايا، ولا كان قبل المكرونة كانوا يرميوها على الفايونس يقول لك كان شدت المكرونة معناتها راهي حضرت راهي طابت. لاستيس هذايا قالت لي عليها الوالدة ربي يفضلها، طفتني على يعني طاير زايد مع جماعة القانون ما نفوتك شيء، زيد جيب أحلام خلينا نحلو محكمة، اللطف محكمة جملة واحدة تحلو محكمة. اسمع اسمع تبارك الله راني نعرف الطب ونعرف جميع الكل، وراو سيرتو جماعة القانون راو يخوفوا كيما قلت قبل، أما نحبكم جماعة القانون خاطر حقوقيين. به أنا قلت لك لينا تو البروجرام سيء فهمنا عليه لينا، انا نسالك على القانون وانت اسهلني على الروسيت تاع الكوجينه هكا ايشونج.
هكا حاجة موجودة. المرأة عندها ربايتين، رباية في دارهم ورباية في دار رجلها. دونك قلت لكم المعلمة ريت، المعلمة أرض أرض. دونك شيخذوا شوية جبن، دونك عندنا جبن كيف نندور كودا، شيخذوا مورسو، وهاوكا شوفوا لي كولور اللي تلقاهم موجودين سيرتو به. اللي شاي شهوة يديرها في حشاه يمينة. ميرسي ميرسي يمينة. يمينة توا هاكا ولات من المتبعين، يعني من الأوفياء اللي قاعدين يتبعوا فيا سيرتو في رمضان. يعطيك الصحة يمينة. واللي يقول لك اسمع، اللي يقول لك اللي فيه تب ما تتخبى، هاي اللي فيه تب ما تتخبى. اللي عطاه بنته اي سرقتها، برشا ما يفهموهاش معناتها اي سرقتها، يعني عطاها بنته لمراه كهو يزي به وراوح نقولوا احنا به. كما قاعدين هذا تراو فيه قاعد نقص كم نقص جبن، وراكم انتوما زاد كيف قاعدين تعاونوا فيه في الامثله الشعبيه اللي قاعدين نسمعوا فيهم حاجات الزمنيه من قاع الخابيه. تكون سلايطة تعمل 66 كيف، كل قدير وقدره. والمرة هذيا باش نوريكم كيفاش شنو باش نزيدوها. باه بونجور سليم بوزريبة، شايف شنيا المنيو اليوم توا خلط، وأنا معاكم نجم ننفع سي شرف. باه حاني هاوكا سي حنان ولينا، توا سي حنان ولينا تفهمنا، أنا توا نستشيركم في الحاجات القانونية وأنتم في الكوجين. باه سليم ما تنقولك شنو المنيو. سليمة قاسمي يعطيك الصحة، شايف شنو دبر اليوم كيف كيف، تعدى على واد هرهار ما تعديش على واد ساكت تسني ان به صحيح. باش ناخذ شويه نعناع فريشك ونجيب من الفيجدار شويه نعناع، كان خو ينفع خو يبكي حتى على ابوه. لحظه برك نجيب نعناع فريشك. نعناع نعناع دونك شويه نعناع فريشك. بهدرت الخير في اللي ما يحضر، والقصدير ما يوليش فضه، الكرموس يوفى والورق يتورق، والخايبه في العين ما تتدرك صحيح. وكان شاي عنبه مات على القول وعلى الرجول. نغسل شويه النعناع، يعني ريتو حتى الامثال كلهم يدوروا 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 ويحكيوا على الكوجينه. شوفوا الشواء الباليت، قلنا السلام عليكم. سلام منصور جديده معاكم، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي خدتوا معانا. باش نذكركم في المنيو عندنا الكوستي نتاع ليت النص يعمل 66 كيف، هاو حاضر هاي المرقه نتاعو. عندنا شربه كيف كيف، سلايطه نقصوا فيها، طاجين من بعد. اللي عنده شهوه يديرها في عشاه. سلايطه كيف كيف كان هاك، تراو كيفاش تبارك الله لي كولور، النعناع، البصل، الفلفل، طمطومات الزوز، الجامبون وال الفرماج. دونك باش ناخذ شويه نعناع، نعناع باش ما يكحلش. دونك مانيش باش نقصو، باش نخليه هكا، باش نزينو مع سلايطة. وهكا سلاطة حضرت، تقعد لنا كاينة سيزونمون. بالنسبة للسيزونمون دونك نقولكم ماذا بيكم ديما تحاولوا تفوحوا يعني 5 دقائق قبل قبل ما تاكلوا سلاطه. نجموا نزيدوها شويه نعناع شايح. قال لك اسهل مجرب اما زاده ما سالش طبيب، هاو مثل يحكي على الطب. في 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 امور اخرى هو يقول لك اسهل مجرب، على خاطر اقوى اكسبيريونس تنجم تعلمها وما تقراش الكتب اللي هي ليكول دو لا في. دونك ليكول نو فون يعني اون رياليتي بالنسبه لنا احنا كنقولوا في 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 الطفل الصغير يقول لك قاعد نتعلم. دونك ليكول دو لا في تعلمنا برشا حاجات، انه فيها ابخوند اوتون دو شوز. لكن فطور طبيخه يجي دارك على الطماطم ويقول لك اللي يعمل طاحونه يعملها دندان. ريت الكل مستر الامثله الكل راهم متعلقين بال بالماكله وبالكوجينه. توا باش ناخذوا بول باش نحطوا فيه السلايطه اللي هذيا نخليوها في الفرص تاع الطاجين.
ناخذ بول كاربو البلانش دونك كيما تراو باش نلمو السلاطة من البلانش باش نجمو نحضرو الكمالة متاع المنيو هيك سلايطة تعمل سيدوستين كيف واللي يسأل على المنيو هاكا كمان حضرنا سلاطة باش نحطو من بعد شوية الكسكسي يتفور دونك نقولكم يعطيكم الصحة برشا 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 يعطيكم الصحة وللناس اللي قاعدة كيف كيف تقولنا على مثال الشعبية الزمنية دونك اللي يعطيو الفول للي ما عندوش دروس هاني أنا بدي نعاون فيكم هاني أنا بدي قاعد نتفكر طب به اللي في القدر يجيبوا يجيبوا المغرفة به دونك تو باش نحضروا التختوخ نتاع الطاجين يقول لك يعطيو الفول روسيتا كوسي روسيتا كوسي للي ما حضرش علينا بالنسبه للروسيت ينجم يلقى الرديف في شين نتاع اليوتيوب شيف مون بن يونس دونك باش ناخذ شويه عسل هذا باش نحضروه للتختوخ ما هي شنو نوع الفرماج تاع السلاطه الفرماج تاع السلاطه لوندور اي ليكول دو لا في مي افيك La santé, l'école de médecine, et plus important, c'est bien sûr, s'il vous plaît, Blèche, chef, amène la recette, base, broclo, chnon et najemiji. Najemiji, bâche, hajet, bâche, bâche, broclo, t'en haoulon, hadro, bâche, trabi, hajet, al broclo, nous tombons, 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 انتوما تنجموا تقولوا لنا شنو هو الحاجات الدباير اللي انتوما تحبوهم واحنا زاده كيف نجموا نقولوا لكم شنو هو نجموا نحضروا هكا نشاركوا كل في الدبار بالنسبه لنا يعني سورتو في رمضان نحاولوا نستفيدوا نحاولوا ننوعوا فما نزيدوا التوش نتاعنا يعني سورتو روسيت راهي تنجم تزيدها اجتهاد شخصي بقال محميدة يعطيك الصحة سمية عسلامة شاف شنو هي المنيو نتاع اليوم اليوم ليلة النص وان شاء الله ربي يحيينا بخير وربي يقدرنا باش ان شاء الله نهار اخر نعيشوا رمضان ويحيينا بخير باش نحضروا كسكسي تاع ليلة النص عندنا شربة سلايطة حضرناها طب باش نحضروا تختوخ نتاع الطاجين هذوما لحظة نغسلوا ايدينا يعني سيرتو بالنسبه للكوجينه كوجينه راهي فن وغرام عسلامة شايف شنو الدبره نتاع اليوم الدبره نتاع اليوم دونك عندنا كسكسي مع الكسكسي عندنا شوربه مع شوربه زوز بالبقري يعني كسكسي بالبقري وشوربه بالبقري حضرنا سلطه تونسيه وباش نحضروا توا التختوخ نتاع الطاجين هاي سيدي بسيتك كالعادة العويد هذي الكوالا ان شاء الله كل عام حيين بخير ان شاء الله امين يا رب العالمين اجمعين ان شاء الله ربي يجمعنا في الخير اهلا بيك شايف انا تو حضرت شنو المنيو المنيو يا ليليا دونك حضرنا شربة بالبقري عندنا الماء يسخن باش تفور الكسكسي عندنا الصوص نتاع الكسكسي هيك حاضرة عاش يتمنى في عنبة ما تجيبوا له عنقود ما ينجح فنان الغلبة الا من تحت الحوت لينا هاي سليم بوزريبة شنو هو باش تعمل ديسير يا شيف سارة نايف المرة يزيدوها صديقة المرأة ممريجة والله ما نجمش نقراها يا سارة كنت تقولي حدا بالعربي المحميدة وين نلقى الروسيت نتاع الكسكسي الروسيت نتاع الكسكسي سهلة نقول لك يعني عملنا تقلية ما تنجمش تلقاها في الرديف على شان يوتيوب زيت الماء زيت تقيد اي صحيح طيب باش نحضروا التختوخ نتاع الطاجين وزاد قولوا لي كيف كيف فما بليزيور ريسيت للتحضير نتاع الطاجين والطاجين نعرفوا نحضروا في المناسبات الكل مش حتى كان في رمضان ولا حتى كان في ليله النص دونك اول ايتاب كيما العاده والعوايد باش ناخذ شويه زيت نجمه ديو فيتاميني ساعات حتى البرودوي الكل تلقاهم تلقاهم في الكوجينه كل يعني من قبل نخدم بهم يعني مش كان من اليوم
نخدم بيهم، هذه الحاجة الباهية. دونك بالنسبة نقولوا احنا للتقلية، الله يبارك شيف. دونك بالنسبة للتقلية فما شكون يسميهم تختوخ، انا بيرسونيل ما سمعت الكلمة هذيا نتاع يقول لك تختوخ نتاع الطاجين. نحطوا شوية بصل كيما تراو هكا، شوية بصل، شوية سكالوب تاع الدجاج مليحة. قلت لكم يعني ما تخافوش، بالنسبة حتى للكبار تعاونكم الفلاك، هاني في الدار بيرسونيل ما انسان يدلل روحه سيرتو في الكوجينة. دونك يحط يختار الماتريال المعون اللي عاون الدار بالكري بالكفة بالشري. محلية الكوجينة عندك تحل الشيء اللي تبقى يعيشك والله. الكوجينة هاكا واحد يدلل روحه سيرتو في الكوجينة، ماذا بيه يشري ليزاباري الكل اللي يحبهم. كما قلت لكم هاكا تختوخ نعزيه شوية للفاح، شوية ملح، المرأة الممريقة يزيدوها في الزيت. ميرسي بوكو سارة. نحط شوية فلفل أكحل، هذي شوية نعناع شيح، من بعد تنزيدوه بسلاطة، نزيدوه شوية بسلاطة تنزيد من تو. نحط شوية هنا في الكيف نكون نكهة برشا برشا. ليلة النص ربي ثبت هذا الجميع، الناس الكل كسكسي ليلة، كسكسي جابسي بالحمل علوش وكفتة وسلاطة وخس وطبيخة جابسي بس سليمة. مادام كنتي خلطت علينا توا باش قلنا، وأحلى تحية للناس جابز، وأحلى تحية للناس الكل يتابعوا فيا الولايات الكل، واللي في تونس واللي خارج تونس. قولوا لنا كان قلنا كيفاش نحضروا الكسكسي الجابسي، وتقولوا لنا كيفاش الكفتة وسلاطة وطبيخة الجابسي. يا شيف حتى أنا باش نطيب كسكسي طاجين ورقة، أنا طيب الكلوف والبصل والزيت والكركم وشوية تابل وكروية، ونمرق بشوية ماء نطفي عليهم تعقد شوية، ونزيد بقية المكونات الطاجين البطاطا والجبنات والعظم مادام تعاون ولي. دونك بالنسبة احنا الروسيت اللي قلت لكم عليها، نحط الفوفات ناخذ شوية في الكاس، لازمكم تبعوا ناخذ شوية كركم، المرا المريقة مرزاقة به شوية كركرم، عندنا اللوش متاع الماء يغلي من هنا، سمخو شوية ونخليه وسلة سلة باش هاكا الماء يقعد لنا هراوي ما يجيش شايح. دونك جينيرالمون راه في الكوجينة شايفين الكل راهو في ديارهم ما يطيبوش. مينا نطيب في اللايف هكا ليكم انتوما باش تحصل المنفعة الناس الكل، ديما نخليهم هكا نسي، خاطر احنا ما ناكلوش ماكلتنا، يعني نذوقوا الماكلة نتاع الغير. هذاك علاش بالنسبة للي يحب يعرف هكا ما نطيبوش في الدار، خليهم نسي يطيبوا، المرأة هي اللي تطيب. حطينا تختوخ سلة سلة، ناخذ بول باش نحضروا فيه فرس دي بول، نصفخ بالكم شيء ديما نحاول نحيو الزيت باش اموا في الكوجينة تبدا هاكا واسع علينا. وين جميع الامثال الشعبيه والامثال الزمنيه التقليديه اللي بالحق جماعه عشنا بيهم وتربينا على الامثال هذوما. دونك كيما تراو قاعد نحضر في تختوخ باش ناخذ بالنسبه للفارس. دونك عندي كوته جبن، فكره باهيه متاع اللوش بالماء يا شيف،
لا تي في كوا باه توا قاعد نحضر باش نحضر الطاجين باش نوريك شنو باش نحضر بالضبط. طاجين باش طاجين عندنا الوراق نتاع السبناخ وعندنا تختوخ باش نوريكم كيفاش تحضروا بالحاجة بالحاجة. باهي هاي يا سيدي بسيب اوكي شو محليها لاتون تاع الفور زغرون هاكا وحيط بيريكس باش ناخدو شوية مارغرين بالطبيعة باش نخدمو بيدينا المارغرين تمبيراتور امبيونت وندهنو الجناب الكل الى مارغرين قلدينا هذه هي الاتاب الاولانية ربي يثبت لاجر وان شاء الله دعاء مقبول. مريم اللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك صحيح رجال ناجحين برشا في الكوجينة انا ولدي مغروم برشا بالكوجينة ان شاء الله بفضل ربي يفضلهولك ولدك الرجال ربي يفضلهولك وهات ياخذ الباك ويجي بحذايا سيدريك بفضل ربي تو يقرا ويولي ماخر مني يولي شاف كبير برشا برشا. سيرتو الكوجينة توا راهي وليت عندها مستقبل كبير برشا وتنجم تستغنى على كل شيء ما تنجمش تستغنى على الكوجينة. باه تختوخ هذاك سي بون دونك باش نصبو تختوخ الاولاني نصبو الكوش طاجين سبناخ عمري ما جربته الحق برغم يقولوا فايدته كبيرة هذه فرصة باش نتعلم اللي ليك ليك واللي خاتيك خاتيك. هذه حاجة اللي حضرناها هاكا حضرنا الانجريديون الكل باش ناخذو سبناخ باش نعملو التريم تاعنا تاع سبناخ وراق نعرفو سيرتو المنفعة تاع سبناخ انا باش ناخذ بارتي صغيرة باش نقصها باش نخلطها مع تختوخ باش هما رجال وزمان ما فيهمش امان. اي اي يا مديحة اي اي صحيح راهو اسمعني باش نعطيك مثال باهي مديحة ولفة قلال احلى شيف يقولك سويب عيديك مش خد بعضهم دونك يقول لك سوي بعيديك مش خد بعضهم علاش خاطر تلقى الباهي والخايب في كل بلاصه كيما تلقى من رجال كيما تلقى من نساء يعني سي با ايفيدون انك انت باش تلقى الناس الكل كيف كيف. هذه هكا سلة سلة برشا يسألوا سيرتو على السبناخ تسلوية اونكور فالابل كم من قرايتو يفي الكتريسيتي دو باتيمون ربي فضلهولك. دونك قلت لكم بالنسبه للبيسات تختلف من نحاولوا احنا هاكا نفيدوا الناس الكل بالطريقه نتاعنا في الاستوس السبناخ فما شكون يخليه فما شكون انا بيرسونيلمون نحب نخليه عنده المنفعه نتاعو. دونك باش ناخذ بارتي باش نرميها في تختوخ كما قاعدين نشوفوا تري فريقات باش نختارهم باش نزين بيهم نزيدو كيف كيف شوية آخر ماء نقلب التنزل على فما تطلع الماء لما صحيح دونك سيرتو كوجينا زيتنا في دقيقنا وخيرنا في خميرتنا والماء اللي يمشي للصدر زيتونة ولا بيه دونك ها تبارك الله نعاون فيكم هاكا قولوش نسي هاكا وزيد نتفكر خذ بنت الوصول على زماني تقول هاي بيان سور اوغوزمون دايوغ مديحة ليليا دونك خلينا شوية سبناخ وتوا باش نبداو في الكومبوزيسيون تاع الطاجين نبداو في الكومبوزيسيون تاع الطاجين جيمون بيان ان جور كو تو مفاس لا روسيت نتاع قديت لي زيبيس تو سا لي روسيت دو كوسكوس بسبيس بيان سور والله لا تنحاولوا كيما قلت لكم حاجة نوعدكم بها اللي ان شاء الله اللايف يكون مستمر مش كيف من بعد لا يعجبك نوار دفله في الواد عامل طفاير
ولا يعجبك زين تفنى حتى تشوف الفعالية. جي نعاونو ولا بيان سور حمودة يجا خويا دار دارك. دونك أول إتاب باش نعملوها باش ناخدو الوريقات نتاع السبناخ باش تبعوني بالسياسة بالسياسة باش نفرشهم اللوطة. هذوما كيما البازا باش يكونوا. أما مدام السبناخ مالح نحاول نحطوه ما نحطوش برشا ملح فتختوخ مش هكا. دونك انا ما سمعتوش السبناخ ما ملحتوش صحيح السبناخ يسايب الملوحيه نتاعو مي الحاجه الباهيه ان احنا هاوكا نكيلو كما قالت ما نحطوش برشا ملح في التختوخ في البريباراسيون. دونك خدينا وريقات تاع السبناخ بالسياسه بالسياسه هاكا نتبعو ناخذ التختوخ باش تراوني هاكا بيريك زغرون يعمل 66 كيف كفي هاكا الاربع اربع خمسة من الناس سيرتو في الايامات الاخرانية نتاع رمضان ما عادش تبارك الله ما عادش واحد قاعد ياكل برشا. حاولوا نخليه ما نهزوش بالماء باش ما يسيبش. من بعد نقراو حساباتنا هذيا هكا اللهم صل على النبي. هذيا الفارس به ضربه من يد معلم العشره من يد صانع وانت المعلم واحنا منك نتعلم. يعطيك الصحه ميرسي بوكو مديحه بلا اكسبو به. دونك بالنسبه لل كيما ريتو بيريكس خدينا بيريكس بارتي الاولانيه خدينا فرشنا سبناخ زدنا تختوخ زدنا شويه سبناخ باش بو غولوفي لو غو بو ميتر لاكسون اللي احنا هاو كنحضروا بحاجه سبناخ تستحقوا شويه غوتا نتاع لوندور. دونك لافونتاج نتاعها اللي هي 100% لي هذيك بارتي هذايا شنو باش نعمل باش ناخذو بالسكينه. علاش فيلت النص نطيبو كسي بالزيت؟ والله جرت يقولك العاده ان نطيبو كسكسي في ليله النص باش ما نكذبش عليك ما نعرفش علاش نطيبو به. ليت بالسكينه وقصيت الكوتا في البو نتاعها وتاو باش نهز بالبارتي دونك كيما تراب قاعد نحط في الكوتا. هذايا طاجين ديكومبوزي يعني نجمو نعملو ديكومبوزيسيون نتاعو كيما نحبو احنا ونشتيو. نجمو نخلطو كل شيء مع بعضو نجمو نعملوه سيباري كيما نجمو نزيدو به. هذايا اللي تابلو لهنايا طاجين كان سكت راك حاجيت هيا هي مهي. دونك باش ناخذو لافيميت نظام كنا غسلناه نحاولو نفقصو في صحفة باش نخرجو منو عشان لا موات ولا لشر. ان شاء الله ربي يعظم اجرنا وان شاء الله يرحم الناس الكل والحقيقة زادا ربي فضلهم يطيبو كسكي باش ينحيو عشاء الموتى صدقوه. دونك خدينا كعبة عظم زينا المون دو بريفيرونس شكون يحب ياخد لابي البركة. اها باش نصبو الكعبة الأولانية باش نزيدو الكعبة الثانية هاكا on peut remplacer par des mozzarella bien sûr on peut remplacer. Ah, je m'en dis qui fait allez ça bien il a l'âme nous allons choisir d'en bas une fois hachi en green je n'ai pas de farchita machallah lik en abeta pour les astuces on tiak on est là le CSA
كان عندنا بيك هكا تبيته العظام يدخل في وسط الفرس به هذايا ليتاب ناخذو فروماج 100% ايمونتال لوندور باش نخليو قالب الملح والشريط باش موالفة يعني باش موالفة يا قديدة قالب الملح والشريط هاي هاي قلتلكم اليوم جو 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 برشا برشا باش ناخذ فرماج 100% ايمونتال تاع لوندور هاذي البارتي نزيدو نخليهم يسيرش بشخشخ بالفرماج كيما غادي نتراو باش نعملو أون تيرابي باش ناخذو وريقة تاع سبناخ هكا الورقة الأخرى هكا الورقة الأخرى هكا دونك باش نوريكم كيفاش يكون الطاجين طيب باش نحطوه يطيب الفوق الكسكسي الكابسي هاي هاي ميرسي ميرسي بوكو سليمه نفوه الحمق وقت العروس تنقى عروس الكل الفه الفوق فرماج ما نحطش برشا عظم حطينا كعبتين بركة عظم الفه دونك وحطينا وريقات نتاع سبناخ من الفوق ومن بعد كيف كيف قبل ما يوفى الكويسون نخرجوه ونحطو شويه فرماج دونك لحظه بك نغسل يديا ونحط الفيلم دونك الحاجه الباهيه كيما قلت لكم يعني نجمو تحضروا الطاجين كيما تحبوا نتوما وكيما تشتيو احنا نحاول نعطيكم كيلكو زاستيوس من نتوما هكا حتى الكونتيتي ديجا كونتيتي ماهيش كبيره برشا كافي الناس الكل هكا تقسم يخرج 6 مرسوات نمشيو للفور كان تحبوا تتعداو معايا الفور نهزو الميكرو بالسياسه بالسياسه نمشيو نوصلو للفور هاي سيدي هذايا بالنسبة للفور تو نقلبو الكاميرا الفور لافونتاج نتاعو دونك فيه سيزيام سونس كيما قاعدين نشوفو دونك عندك سيزيام سونس شنو هو اللي تحب فونتيلو تحب غراتيناج تحب سمارت شيف انا باش نحط عندنا في سيزيام سونس هاكا نحطلو طاجين كنتراو 180 دوغري تكليكي ومن بعد تحط بدل كيما تبدل التمبيراتور ومن بعد هاو تبدل الوقت دونك هنا 25 نحطو 30 لو طون اللي هو يصير التسخين دونك هاكا باش نوريكم فرد مره شوي شوي هاكا الكوجينا نعاودو نرجعو تتبرد يا سيدي موالتو دورة معايا في الكوجينة كيفاش نعمل نحسو يا خويا باه هذا كيف طاجين البي يعني باه باش يا خويا كان حتى جينا باش ناكلو منه والله يا ليليا إيجا إيجا مرحبا على راسي وعيني إيجا للي يحب ياكل طاجين مرحبا راهي الدار بابها محلول كيما يقولوا ناس بكري يقولك دار بابها محلول وكلبها يعوي هذيك الحاجة الباهية مرحبا بكم الناس الكل دونك كيما طاجين البي قلت لكم جوست بركه باش نحطوا البلا في الفور ونرجع لكم نرجع توا زايد الكل نحيوه من بعدنا مديحه خير بال مارك ويربول والله سوتو في الكوجينه راني واحد يحاول دالي دالي كيفاش نعمل العسو يا خويا دالي من بعد نكلم في التليفون نقول لك كيفاش نعمل العسو اما احلى واحلى جو سمعناه عمناول يا حسره في رمضان عمناول مع خويا دالي تريكي اقوى عازف تاع قانون في تونس هو انا طيب بالاحساس وهو طيب زاد كيف يعزف بالاحساس عمل لنا مقطوعات اللهم صل على النبي مديحه
الماركه نتاع ويربول. انا بيرسونيلمون جي سي اني باش ناخذ حاجه باهيه اللي ترتاحني في الكوجينه، وسيرتو الماركه ويربول ماركه حلوه برشا، خمس شويه باش نجم ندور فيها بالباهي. ليليا خمن شويه باش نجم ندور فيها بالباهي. ليليا كوجينه هاوكا واحد توا وقت طيب وكل شيء كيما ترى تبارك الله، لي برودوي كل موجودين. اني نطيب ونحاول نخمم او ميم طون. سلايد لحضرتك، نرجعو نعمل الكسكسي توا. كاس مخول برشا من الناس زادا اللي ما يشبع من القصعة ما يشبع من الحيسة. هاي صحيح صحيح يا سارة، دونك وكسكسلو يرجع لاصلو. هذيك ناس بكري راهم قالوا برشا حاجات راهم يكذبوش، يعرفوا 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 الشيء هذا كل يعرفوه. دونك كيما قلت لكم السلطة حضرت الشربة، تو باش نوريكم الكسكسي كيفاش الطريقة باش نغطيوه باش نخملو هاكا على خاطرك ليليا. شوية كوجينة تفانيا زيادة، ربي يعطيك الصحة والرزق. عايش خويا دالي غالي والله بالحق، نتفكر نتوا عندي فيديو دالي يعزف على القانون كي بإحساس بشيء من ورا العقل. دالي تبارك الله عليك راك فنان كبير 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 برشا، و وراو نعملوا جو على التقطقات نتاعك. فماش غنية فماش غنية نقول عليها اللي ما نقولش لحظة بركة، توا نحضروها بالقانون. عملنا روسيت بولي على كريم باهي، الله يبارك يا نادي. تنحضروا روسيت تاع بولي على كريم باش نخليو الكسكاس المقفول باهي، اللي يعرف شنو هو الكسكاس وشنو هو المقفول وعلاش سميوه مقفول وعلاش سميوه كسكاس. هاي سؤال على الطاير سليم جاي يعاون فيه على خبر بوه هربولو بالفيس. باهي باش نحضروا الكريمة. بالنسبة للكريمة اخترناكم كريم ديسير سهلة برشا، كريمة بنينة فانواز دونك بالجو نتاع اللوز، ما تستحقش برشا جهد يعني سيرتو بعد كسكسي ما نصورش. احنا مش نجمو ناكلو برشا حاجات، شوية سكر هكا في كاس، في كاس زمني قديم، شكون عنده الكاس هذايا الزمني القديم؟ دونك توا ديديكاس وان بتي كوكو الميزون الموند السونيا ميزون الموند اللي توا طورت الدنيا ولينا ناخذو في ليزاسيت والارض ولا تابل كامل ما عند سونيا ميزون الموند. كسكسي قمح كيفاش؟ دونك زهرة العريبي. بالنسبة للكسكسي بكري كان تفكروش حطيت شوية من الصوص صبيت من فوق باش نفركو. بالطبيعة للتفريك نتاع الكسكسي نفركوه فرشيتا، كنا احنا قبل يقولك هاكا نفركوه بيدينا، مي توا هاكا صبينا في الصحفة ما يقلقش. دونك كيما تراو لي تابلو لهنايا بعد ما صبينا شوية من الصوص ديجا الكسكسي خذا الكولوراسيون نتاعو. هذيك السر علاش قلت لكم بكري، قلت لكم هاكا تو نفوح الكسكسي. باه تو باش نتبعوه نحطوه يتفوت. كيما قلت لكم يعني الكسكسي من بعد كي تضرب شوية على الكسكسي بالمغرفة تلقاه يجاوب يبمبي. دونك لو فات هذيك وقت تعرفوا اللي الكسكسي راهو طاب. هاي يا سيدي من سيدكاي تعديو بالسياسة بالسياسة. شوفوا اللهم صل على النبي، الماء يغلي الكسكسي قبل كل شيء باش من نقولوا احنا ما نحكوش الدنيا. نمشي وريك شنو باش نعمل. باش ناخذ بابي حملاوي نهال، ما شاء الله عليك ربي يشدك في صحتك عايشك ما يسيبك ربي يخليك وربي يفضلك. وسلمنا على هلولة كلها يا احلى دكتوره. دونك هي اللي حاصله سوفينير قرينا مع بعضنا في الابتدائي. تبارك الله الماجوراسيون تاعي البروموسيون بلوتو، مش نقول ماجوراسيون البروموسيون تاعي الكل طب ما شاء الله. الكسكيس على خاطره يهز الكسكسي والمغفول على خاطره يغفل على المرق. يا شيف شهيت نراك اهلا بوليد. دونك حطيت الكسكيس على خاطر يهز الكسكسي، دونك باش نحطو الكسكيس وكا عندنا المغفول باش نصبو الكسكسي. دونك كيما قلتلكم كل واحد وكيفاش، لو فات اللي احنا فوحناه الكسكسي خدا الكولوراسيون الباهية. وليد إجا خويا شوف فترك بحذانا
احلى تهيئ الوليد في كندا. دونك ايامات سيرتو برشا تفكرنا كل مره نتفكروا دي سوفينير وليد بكري بركة، وكان نفكروا مع دليل على النبي نفكروا في سوفينير بتاع عمناوي يا حسر. باه لاستيجة الثانية كيف كيف اللي قلت لكم هذايا تو حطوا الفاوة كيما ترى وحطينا بابيي يعطيك الصحة. تو نهزوا بابيي باش نعمل تربية ما تقعدش نطيش، وهكا هيك استيوس صغيرة باهية خفيفة على الطاي. باه ناخذوا المغرفة نحاولوا نقبوا الكسكسي. يعطيك الصحة شنو عملت مع الكسكسي. خديجة بنتي عمرها 5 سنين سلم عليك وقالت لي قول لي على السلامة يا خدوجة. باهي على السلامة يا خدوجة. إجا بحذايا يا خدوجة إجا في الكوجينة حاضر مع بعضنا ماكلة بنينة. قال لي شنو ما تحب وسيرتو الحاجة ننصحكم بها الحموشة برافو شيف. الحاجة ننصحكم بها حاولوا دخلوا صغار معاكم الكوجينة، حاولوا خليهم يدوروا ميساج، خليهم يبلزوا، خليهم يكسروا، خليهم يعملوا أي حاجة، خليهم يتغرموا بالكوجينة باش نهار آخر يبداو يطيبوا عاملين جو بمحبة. حاولوا أي روسيت أي حاجة يسيب بنسيلك اليوم فما حتى مشكل، خذوا حتى روسيت من الإنترنت ولا مسيرش حتى سألوني روسيت نتاع إن شاء الله حتى نتاع كريب، ودخلوا معاكم صغار ووريهم كيفاش وشيلهم طبلية شيلهم بلوزة. حاولوا غرموهم خاطر راهو يقول لك علم صغار وهم يلعبون. دونك بالنسبه لينا صغار وقت اللي دخلوا في الكوجينه يبدا يلعب ويفدلك وقتها راهو يحب الكوجينه. يعطيك الصحه ما شاء الله. به باش ناخذوا الخضار تاع الكسكسي باش نغطيه علاش خاطيه باش يرجع عليه الباخ. يعني هذه استوس ميم سي راهو برشا ما يتفقوش معايا يقول لك ما تغطيش الكسكسي. انا بيرسونيلمون نغطي الكسكسي كي نبدا مزروب مثال على الوقت هكا فيسا فيسا. علاش قلت لكم السوسون اللي بتيدي تاك فونا ديفيرونس. نتعديو توا باش نحضروا بعضنا الكريم ديسير. كريم ديسير سهلة هاكا سيء ضريبة صغيرة على خفيف. ديسير شطارت بنفس بحكة طماطم يا شيف الكسكسي تفوروا مرة ولا مرتين. عندي كسكسي عولة نفوروا مرة برك. غادا جو فيان دو جواندر لايف ماتنون برافو باسكو و فيت شيف ان غران بونجور دان باري كونفيني. باه كيما قلت لكم هاي كتارت نفس ميسالش هذايا على السريع ما تقولوش هاكا شيف ما يتكلمش المعون الكل يمشي يتكسر. ميسالش خليه يمشي المعون يتكسر. مي المفيد صغيرات يحاولوا يستفادوا ويحبوا الكوجين. قاتلك عمي هاني طيب في طيب في كسكسي ودجاج ملون بالاصفر. عين عين هي مينا ميسالش عين لازم هذيك هي هاكا صليو على النبي اللهم صلي على النبي ضربه خفيفه ما يصيرش بحكة تاع طماطم. باه يتعلم في الحجامه في الوسط تامه هاي مثال اخر. دونك باش ناخذوا الكريمه خلينا كريمه بنكهه اللوز بنواز بل كل شيء ناخذوا الحليب نحطوا واحد اخر ناخذ باكو الحليب وكان حليب ناتيلي هكذا اسمه كوتوت فخوي كما تراو فيه. صبوا نصيترا من خلال الخبرة هكا ولينا نعرفوا كيفاش نكيلو نصيترا. سيرتو مع منو كيما هكا شربة وصلاتة تبارك الله وكسكسي وطاجين في الفول ما نتصورش كيفاش نجمو نزيدو حاجه اخرى. هذيك علاش انا اخترت لكم بالنسبه لدي سير اي اللهم صل على النبي. قالك خديجه ان شاء الله في الفكرون عمي لطف عليك محلاهم محلاهم صغيرات وراهم صغار بالحق بالحق كي يدخلوا الكوجينه من صغره راهم يتعلموا ويستفادوا ويبدا حبهم موجود هاك الكوجينه. انا جاي مباشر لطف عليك يا شيف اقعد نازل عليه شويه وينهم الطبه وينهم كالطبه وينهم خلي يقولونا شنو نعملوا سيرتو واحد صايم هاكا والزراعه. حاطين شويه كريمه هاكا نتاع اللوز نكهه اللوز بنينه تعمل 66 كيف انا بس ما نحبها بنينه. باش نزيدو سكر لا
ثلاثة مغارف سكر. الطريقة نتاع الإعداد نتاعها سهلة، هاني وليت المراسلة نتاعك تقول لي وأنا نكتب إيش تحب نقولك. يا شيف أعطيني رسيت كريمة نجمو نعملوها في الدار، ما فماش كريمة البلاد وين نسكن. سهلة غول مريم طاجين، شنو بربي طاجين جوتا وسبناخ، وأنا حايرة شنو نعمل مع الكسكسي. دونك والله عملنا سلايطة هاي، أنا راني قلت لكم ما خايب عليكم حتى شيء. سلطة تونسية فيها فلفل، فلفل وفيها طماطم وفيها بصل، وزدناها نعناع فريشك، شوية جامبون وشوية فرماج، هذه بالنسبة للسلاطة. دونك عملنا طاجين سبناخ وجوتا كسكسي شربة مريم هذاك. وتو باش نزيدو نحضرو الكريمة. بالنسبة للكريمة يا غول سهلة العملية، نعطيك ريسيب تاع كريمة عالطاير في زعفيسة. كي ما لقيتش كريمة نتاع البلاد، تاخذ 90 غرام نشا، على 90 غرام نشا تاخذ إثر حليب، هذه البازة اللبنانية، 90 غرام نشا، وأربعة من أربعة لخمسة نتاع أصفر نتاع عظم، يعني أنت والكبر نتاع العظم، والسكر 120 غرام ل 150 غرام، هذه بالنسبة للروسيت فيسع فيسع نتاع كريمة. دونك نحطو الكريمة طيب، فيسع فيسع، ديجا طبيعتها، نحاولو ماذا بينا نقصوا على الغاز. باه ميرسي بوكو مريم. كسكسي قمح كيفاش نفور؟ كسكسي قمح هاني قلت لكم بالنسبه لكسكسي القمح فما شكون يفوروا تفويرتين جينيرالمون، فما شكون يفوروا تفويره بركه، وراه كسكسي القمح ديما يقعد يتقرمش شويه هذيك البنه نتاعو. مي انا عطيتك استيوس تنجم تخليه باش تزرب، تبدا مزروبه شويه هكا تغطيه باش هو يفور فيسع فيسع. دونك كيما تراو قاعدين نحضروا الكريمة، نشا مايزانا، هاي بيان سور مايزانا، افيك بليزير غول. دونك الناس اللي في الغربة كلهم واللي متوحشين تونس نقول لهم إن شاء الله تفضلوا ترجعوا بسلامة، سالمين غانمين، ترجعوا لتونس، تونس اللي نحبوها برك برشا برشا برشا، مش أنا برك نحب تونس، إلفو ميتخ أن بونسمون إيميديا مديحة. هاي تو نشوفوا بونسمون، تو بعد نحطوا بعد شوية نحط بونسمون. درابو هاكا درابو لهنا، وكان درابو في القلب. دونك نورمالمون نصور هاو الوالد راه يفضلو جاب لي بونسمون. اي ما يسالش، عيش عيش هاو الوالد، عيش عيش عيش، هذايا الوالد ربي يفضلو. السلام عليكم. هاكا جاب لي بونسمون، ريت الوالدين علاش محلهم الوالدين يخموا فينا. دونك حط هنا بونسمون باش ما كملوش ناكل الماكله تاع النص. الوالدين ربي فضلهم وربي فضلكم، والديكم فضلكم عندكم. عملنا جروب وتبعنا كتب، خلينا نشريو به لينا الحاجه. يا سيدي بن سيدك لينا هاكا من توا كلفتك، مادام انت لاهي بالشؤون القانونيه ربي فضلكم عندكم. دونك لاهي بالشؤون القانونيه اعمل جروب توا لي روسيت سميها هاكا نتفاهموا بعض على الاسم نتاعو. لي روسيت من عشرة تونسيه زمنيه حاجه، وانا نوعدكم يومين نهبط لكم تصويره ونفسر لكم الروسيت نتاع الماكله الزمنيه جروب كامل هاكا لينا هاكا توا مادامكم مكلفه بالشؤون القانونيه وليت لاهيه عندك خدمه معينه. باه دونك من بعد كمان حطينا البونسمون. السلامة عمي ربي يفضلهولك يفضلكم عندكم. دونك الوالدين هذوكم اللي يملاو علينا الحياه، يملاو علينا الدنيا، وسيرتو راهو قاعد يتابع في اللايف، يتابع في اللايف، هذيك علاش جاب لي فاصل وفيسع فيسع ربي يفضل. باه كيما قلت لكم نحاولوا توا بقدرة ربي للجميع اللي تابعوا فينا كل لينا هاكا تفهمنا توا بعد نحكيو اون بريفي. عملنا جروب توا نشوفوا شنو باش نسميوه ونحكيو عليه على الرسيت الزمنيه الكل ونبارتاجيو لي زيكسبيريونس كولينير نتاعنا الكل. ويعملنا جروب يعايشك يا شيف. باه مادام قلتوا باش نعملوا جروب توا مالا قولوا لنا شنو الجروب، شنو اسمه؟ نبداو من توا هاكا بدينا واحد اثنين ثلاثة، الفكرة هايكا بدات من توا سيرتو. قولوا لنا شنو الاسم اللي تراوه اسم نتاع الجروب. تي صحة وطول عمر، سامبا تون بابا، مديحة، كوكو تونتون. دونك قولوا لنا شنو الاسم اللي تراوه باهي نتاع الجروب. هاكا كنا اون بارتيسيبي في جروب، جروب شخص فيه الفايدة نتاع الناس الكل. تو نسميوه هاكا انتوما اختاروا اسم باهي. وانا نوعدكم يوميا بقدره ربي نبارطاجي لكم التصاور، نبارطاجي لكم
اللحيات نتاعي نتاع المطبخ نتاع الكوجينه نحاول ان نبارتاجيها معاكم لي روسيت لي روسيت المنسيه الكل ونبارتاجيكم حتى اللي فيش تكنيك دونك هاو زاد كيف كيف مسيرش هاو هو خلط خلط هاو دريدي ربي يفضل لك بوك خويا الغالي بصحه دريدي ليس دو شيف خمو هاو خويا زهرون ديما يقعد خويا زهرون سميوه خويا زهرون هاي كوجين شيف مؤمن اختاروا اسم باهي لديليز دو شيف جو فاليد لديليز دو شيف باهي نزيدو نختاروا هكا عندنا شوا من هنا حتى العشيه بقدرة ربي نختاروا اسم باهي للجروب هكا لينا مكلفه زاده بالجروب باش تعمل كرياسيون تاع جروب من قاع الخابيه من قاع الخابيه والحاجه الزمنيه هي نحاولوا نخليوها حاجه به فكره مؤمن يونس هو طبعا محفوظ هي يصير الوالد اخرى زمان خموا بالحق في 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 روسيت وانا هاني معاكم كيما قلت لكم نوعدكم باش نعملوا جروب باهي هاكا نبعدوا من الكلاسيك بيان باهي كوزين دي بن يونس شايف يعطيك الصحة حمل الجميع علاش الاسم للجروب اي اي الولاد اي اي اسم الجروب اسم باهي هاكا نعطيكم الشواء ليكم انتوما وهاكا انتوما تختاروا ومن بعد نعملوا حتى سونداج ونشوفوا شكون الاسم نختاروا مع بعضنا الاسم يعني حاجة بديت فكرة صغيرة هاكا لي ليست دو شيف فما شكون يفاليد توا زوز من الناس يفاليديو في لي ليست دو شيف نختارو جروب ونبارتاجيو فيه ليكسبيريونس كولينير نتاعنا الماكلة تصاور لي روسيت نحاول نبارتاجي لكم كل شيء ما نخبي عليكم حتى شيء الماكلة حتى لي بلا رياليزاسيون تاع لي بلا وين فما ماكلة وين انا نبارتاجي لكم روسيت دونك قاعدين نحضرو في الكريمة خديناها بنكهة اللوز كيما قلت لكم من بعد كريمة نجمو نزيدوها شوية عطرشية نزيدوها شوية لوز ومن فوق مهروش نجمو نزيدوها شوية زهر وإن شاء الله ديما عندنا زهر وإن شاء الله ديما عندكم زهر وراهو صدقني ما عندكمش فكرة شنو الإحساس اللي نحسو الديشارج تاع الأدرينالين وقت اللي نتوما حكيتو على الجروب وقت اللي قلتو على الجروب شنو نعملو جروب إن شاء الله نعملو جروب نعملو حاجة باهية برشا والفايدة تحصل للناس الكل نقولكم راني نحبكم برشا 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 باهي الكريمة حاضرك كيما تراو شايف روسيت من الفوي موجودة بيان سور موجودة روسيت لي روسيت الكل بقدرة ربي ونعطيكم دي روسيت حاجة زادة كيف كيف نقولوا احنا باش نقولها لكم وتكون موجودة في الجروب بقدرة ربي لي روسيت نتاع الفورماسيون يعني الروسيت اللي قرينا بيهم الروسيت اللي نقريو بيهم الروسيت اللي ما تلقاهمش تلقاهم موجودين بقدرة ربي في الجروب اللي باش نحضروه مع بعضنا دونك هاكا نتوما اختاروا الاسامي هاكا عندكم شوا باش تختاروا الاسامي سي عندنا شكون كلفنا لينا باش تعمل جروب كوجينة زمان شيف نقص بامبالوني بامبالوني طون بابا اي دو تيتر تري فيير دو توا الحمد لله راني حبيت الكوجينة ونحب التعليم والوالد والوالدة معلمين زوز دونك دي زونسيون وهما اللي يخليو فيا الغرام ونحب نعطي لافورماسيون دونك ما نشدش لافورماسيون هاكا سي بور سا طلعت ابار شيف كوزين اونسينيون نقري في الكوجين هذيك الحاجه الجايه المنفعه اللي احنا نحبوها الكريمه حضرت هاني ابار باش نتعداو نجيبوهم حدانا زوز هذوما الكسكاس والمقفول يا رب بسم الله باش نوريكم الديتاي اللي انا قلت عليه باش نتفقد الفور دبارة اليوم انا كوزين فريمون جادور راني قلت لكم اختاروا الاسم تحبوا عليه مفيد يكون اسم كي سور دو لوردينير يعني مش نلقاو الاسم هذاك في جروبات اخرين باش ما نقولكش لي ريسيت خديناهم من جروب واحد اخر سي ريسيت بولي نسيكم لا نسيتكم الحاجه بها قلت لكم هاكا اختاروا نتوما لسامي وانا هاني معاكم في التسميه نتاع الجروب باه ريسيت مخروط باهي نوره الله يبارك نعمل طلع الفور ونجي هاكا نستناو في الفور باه نتعداو للكسكسي سي الكسكسي اللهم صل على النبي كيما تراو ما نحكمش على الريحه بنينه تعمل 66 كيف وللي يحب يجي يشق فتره وحدينا والله العظيم راهي محلوله الناس الكل موتو عليك دو فرانس وين تعمل الفورماسيون في تونس فورماسيون فما دي فورماسيون بريفي ولا جينيرالمون للي من بعد يسحق هاي فورماسيون ينجم يجي حتى اون بريفي كوجينا تونسية مع شيف بن يونس تاع شنيا باه
باش نفقتوا الكوتسي. فما زاد كيف كيف شكون هاي السيدي باش نجيبو التليفون وباش نجيو نشوفو مع بعضنا الكسكسي. هيا ها هيتو كسكسي هذايا باش يكون عندكم ديتاي. بيتو كي تعملو هكا كي تضرب من فوق ويجاوب قولو احنا هاكا يبامبي معناتها يجاوبك معناتها راهو طاب. للي يحب روسيت باش يتعلمها باش يعرف كيفاش تقصي حذر كي يضرب هاكا يجاوب هاكا. ها نصوركم فهمتوها الاستيوس نتاع الكسكسي هاكا. للي مازال يحب يسأل على الاستيوس نتاع الكسكسي هذايا ديتاي صغير باش يعرف بلي الكسكسي طاب. يعني احنا اخترنا باش نغطيوه يمينا ما شاء الله ما شاء الله كيف كيف كامية دريتي انا نحب ودنين قاضي بين ان شاء الله اللي رسالت الكل قلت لهم خليوا لي ميساج تو نحاول نجاوب الناس الكل على التساؤلات نتاعكم على لي روسيت. وهاكا قلت لهم زاد تعملوا جروب تو نوليو كيف كيف ونبارتاجيو فيه اوتون دو روسيت ونبارتاجيو فيه الحاجة ما شاء الله الكسكسي يشهي. للي يشتي كسكسي هاكا ما يمسالش يجي بوحدينا قالت لك بنتي يشهي. اسم الجروب باش نعملوه سبيسيالمون فور لا كوزين اي لي روسيت. دونك اسم الجروب هاكا نتوما تختاروا كيما قلت لكم نحاولوا الزيت الكل نحيوه من بوحدينا. الكريمة حضرت حكم انها حضرت الكريمة جيبها بوحدينا فيسع فيسع نتعداو لك الفيرين الجو نتاعنا ما شاء الله عليك شيف يرحم والديك. فدينا والديك دونك كبير هنا ولا دول استعملنا الكبير كل سيرش هات الكبير دونك الكريمة حاضرة اون دو جروب اون لي لي اون كوزين بور فو اون ا بريباري بور فو مريم. ماذا بيا انا بيرسونيلمون ماذا بيا نحاولوا نبعدوا من ليزابيلاسيون هذيك باش ما يقولك باش ما حتى حد ما يقولك خذيته من جروب واحد اخر. بالنسبة لي فيرين دونك هاكا كيما ترى فيها كريمة جارية باش نزيدوها من بعد احنا نجمو نزيدو شوية فيكيا كيما نجم نشوف شنو عندي. توب شيف اسم الجروب توب شيف كريمة هاكا نتوما عندكم شوا باش تختاروا لابيلاسيون اللي تحبوها. تنشوف شنو عندي شي فيكي وعندي شي بسكوي لليفيرين يلفي بو بيان سور يلفي بو طقس حلو برشا هاكم تراو تبارك الله العرق سيتو في كوجينا هاني جايكم. دونك كيما قلت لكم بكري عندنا شويه سمسه باش شنو هي سلاطه باه سلاطه عملت سلاطه تونسيه كيما قلت لكم بكري سمسه عندنا سمسه حلوه برشا بنينه من باتيسري لاسيل ما خلطش من الاول كيفاش عملت الكسكسي مع شكر. اللي ما خلطش علينا نجم يلقى رديف في شان يوتيوب يتفرج عليها. توا باش نوريكم ليفيرين قلت لكم وعدتكم كويستي اخر يعمل ستاستين كيف مع شويه سمسه. دونك باش نحاول نحط توا ليفيرين باش نحط فيهم الكريمه هكا ديجا الكريمه بنينه باللوز بنكهه اللوز والفيرين هذوما بيرسونيلمون توا سيتو في رمضان يعطيو جو واحد اخر. وهاكا تنجمو تزيدو فيك تزيدو شويه لوز مهروش تزيدو شويه لوز كعب تنجمو تاكلوها هكا تخليوها هكا المفيده هاكا سيرتو مع المنيو هذايا اللهم صلي على النبي حاجه تعمل 66 كيف فيرين ثانية تعديو الكاس هذايا كملو زاد كيف نفس العملية ناخدو كيبة تاع سامسا اوكي نون دو جروب مين دو جور
باهي هاكا انتوما حاولوا تلقاونا روسيت واحنا هنا معاكم. اسم الجروب قراني محليه نحبو ياسر سي منصور. كاو هذيك حاجة الحمد لله ربك الحمد الحاجة الباهية اللي معكواش من الكارت فيزيت نتاع الوالد ربي فضله ويطول في عمره. دونك واحد سمعته قبل كل شيء، هذيك الحاجة الباهية وربي فضل لكم ما عندكم. دونك باش ناخذ ديبوليت بالشوفان باش نحطها لهنا، باش ناخذ شوية عسل. قلت لكم العسل كنت حكيت عليه قبل. دونك العسل هذايا من الوسلاتية من القروان نتاع موفق صاحبي، عامل بروجي نشجعوه موفق. دونك اللي يحب تو بقدرة ربي نقولوا له وين نلقاو العسل، ياخذ مع الموفق. عنده عسل، عنده زيتونة، يعمل 66 كيف بنيه سيرتو توا كيما تراو نجمو نزيدوه في الديسير. وهاكا يجينا ديسير يعمل 66 كيف. شوية عسل في الفيرين، باه هكا الفيرين حاضرو نورمالمون، نحيهم من بعدنا. الفيرين يعملو 66 كيف، طريقة سهلة ما تطلبش برشا وقت، ما تطلبش برشا جهد، ما تكلف زيادة، كيف كيف. دونك لا كويزين بور توس، حاولوا نسميو الأسامي هاكا نتوما اختاروا، وأنا عندكم شوا كبير 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 برشا باش نحطوا الاسم اللي احنا نحبوه. دونك عربي وضياء أهلا بكم، و بيان سي لي بور سي كوردوني. باه لي كوردوني نتاع العسل دونك نعطيكم من بعد، نحط لكم لي كوردوني نتاعو. موفق يعمل في بروجي، يعني بروجي في الوسلاتية في القروان. عسل عنده الكالاتوس، عنده كل شيء، عسل لدي بنين برشا كله منفع. طبعا تعطيكم كونتاكت انفري دي بيس وزيتو العسل. ان شاء الله حياتنا ديما عسل وحياتنا كلها سر. يعطيك الصحة يا مديحة. دونك توا باش نخرجوا نشوفوا الطاجين، ان شاء الله بقدرة ربي يكون حضر الطاجين ويعمل 66 كيف. الكسكسي هذيك حكينا فيه، وتو ناخذوا توا نسقيوه، تو نجيبوا كريمة نحيبها من هنا. نسيت نخليوها احمر، به الله اكبر على ما تخطى جبل. به شهوات الشيف مؤمن، اهلا بالشيف برهان، وين الحمد لله لاباس، هاني الحمد لله لاباس، عايش خويا الغالي احلى شيف، شيف برهان. دونك ها باش نسقيو كسكسي كوجينا هكا، هاني ندور بالسياسة بالسياسة. بسم الله كيف كيف باش نعاودو نفس العملية. تعرف في ايه نحطو بحذانا في ايه هذايا، نغطيوها. بسم الله نصبو الكسكسي، ناخدو طرف بابيي، كيف نكرمو النعمة نتاعنا. قبل ما نصبو الصوص، لافونتاج في الروسيت هذايا اللي قلت لكم عليها نتاع الكسكسي اللي احنا نفوحوه، انه ديجا مازلنا ما سقيناهوش كيما تراو، ريت ولا مازلنا ما سقيناهوش، يعني مونجابل كسكسي مونجابل واحنا مازلنا ما سقيناهوش. دونك هذايا الحاجه الباهيه في الاستيوس اللي انا قلت لكم عليها، حاولوا بعدها من هنا ناخذ الصوص. الصوص بطبيعتها شادت السخانة، قطرتها باش
باش نسقيو شويه شويه. بسم الله. خليه يشرب بسياسة بسياسة. Ça fait du bien d'entendre l'aider. Bien sûr. بالطبيعة مديح يكلمي صوت الأذان حاجة باهية برشا برشا. دونك كيما تراو هاكا سقيتو بلاش باش نخليه يشرب في راحته. نجيبو اللخطة نتاعو هو اللخطة نتاعو ونخليوه. هذا الكسكسي تو بعد نزينوه تو بعد تشوفوا ديجا الزينة نتاعو في الباج قدرة ربي. هذا الكسكسي هذا الشربة باش نرميوها بعد ليفيري السلاطة شوفوا هو آخر لحظة شاف مهم ولمة العائلة التونسية بتعليم الطبخ. أي باهي ما منساش نعملوا حاجة عربي. هيجي أخويا شاف فترك بحذانا ينو شاف مؤمن ولمة العائلة به على الخضرة كيما ترى. نجي نشوفوا هاي الخضرة هاي هكا اللهم صل على النبي. تمشيو من بعد نشوفوا طاجين كيفاش به. سي كوا لاستيوس نتاع كوسكي جو فيان داريفي شيف قلتو للي ما خلاش علينا بالنسبه للروسيتي ينجم يشوفها في الرديف على شان يوتيوب شيف مؤمن بن يونس والا على الباج شيف مؤمن بن يونس نتاع الفيسبوك يلقى فيها الكسكسي. بالنسبه للاستيوس فوحتو يعني الكسكسي توا هاكا سقيتو خليته يرتاح شويه من بعد باش نزينو. نتعداو توا نمشيو نتبع الفور نشوف الطاجين حضر ولا لا. دونك مازالو له دقيقتين ويكون طاجين باهي. نذكركم اللي نتوما مازلتو هكا الجميع اللي تابعوا فيا كل عندكم قدرة ربي الحرية باش تختاروا مع بعضنا والناس الكل مع بعضنا الاسم نتاع الجروب اللي باش نسميوه اللي باش تلقاو فيه لي روسيت نتاع الماكلة التونسية الماكلة التونسية الزمنية لي روسيت الكل يعني باش تلقاو الكوزين فرونسيز الايطاليان الاسبانيول لي روسيت اللي انا نعرفهم الكل واللي خدمتهم ولا واللي قريت بهم اللي نعرفهم الكل نحاول نبارطاجيهم بقدرة ربي في الجروب كيلك سوا لي فوتو نتاعهم كيلك سوا لي فيش تكنيك ولا بريباراسيون ولا حتى لايف ولا كيلك زاستيوس باش تحصل المنفعة. نذكركم اللي تنجموا تابعوني على الفيسبوك شيف مؤمن بن يونس. تنجم تلاقيوني تحضروا لي بريباراسيون ولي بلان نتاعكم تلاقيوني على انستغرام كيف شيف مؤمن بن يونس. وتنجموا زادة تخليو تلقاو الرديف على الشين يوتيوب ولا تخليو لنا ميساج باللي بلان تاعكم بالدبره نتاعكم واحنا نجاوبوكم. نشكر الناس الكل اللي عاونوني باش نحضر اللايف هذا كل حازم العيسى راديو بون دو نور التقاو لايف موجود خالد عويش تينيسكوب والسبونسور الكل اللي موجودين تبارك الله في كوجينا اللي نتوما تعرفوهم كيما اليوم اخترنا مثلا من جبن نتاع لوندور وزدناه المارغرين جولدينا زيت نجمه دياري الورده البيضاء ناتيلي ليزيفيستا بن جميع فانواس دكتور اوتكر يعني سي اس ام جي اس الكلهم ويربول لي سبونسور الكل اللي ساهموا باش ينجحوا اللايف هذا الكل بالمكونات اللي موجودين عندنا في الكوجينه. دونك ميرسي بوكو مديحه يعطيك الصحه. دونك نستناو نوريكم في سفيسة الطاجين وهكا يكون عندنا المنيو حاضر يعمل 66 كيف اتا من فم تسته العين. اش قولك في هذا الاسم اي اتا من فم تسته العين ليليا هاكا نحاولوا نزيدو نسميو يمينة ميرسي بوكو. جوست نخرج نوريكم الطاجين اللي هو حضر. بسم الله. هنا نمشيو مع بعضنا للفور نزيد نشهيكم نمشيو مع بعضنا للفور. هاي يا سيدي مسيك الناس الميكرو نمشيو مع بعضنا بسياسة بسياسة. ميرسي شيف. به نوريكم فيسع فيسع الفور. هاي يا سيدي هاكا الطاجين في الفور كل يوم دبارة مع شيف مؤمن ام ياسمين وسلمى. دونك كيما قلت لكم تنجموا تعاونوني في الاسم نتاع الجروب اللي باش نكونوا فيه باش يكون فيه البارتاج نتاع لي روسيت الكل. وانا هاكا فرحان برشا برشا بكم فرحان بالناس الكل اللي تبعوا فيا. نتوما زيدوا بارتاجيو باش الناس الكل تحصل لها المنفعه هذه الكل. نخرج الطاجين نجيبه بحذايا
دونك الطاجين هو هكا حذايا كيما قاعدين تراو، وراق سبانخ عطاو منظر اخر. بوركو با استوس، ما بقى لي كان باش نقول لكم كان يعطيكم الصحه للناس الكل اللي تابعوني، وراني نحبكم برشا برشا، وراكم انتوما تخليوني عامل جو في اللايف ونحاول نفيدكم بالمعلومات والاستوس اللي عندي. ان شاء الله كل يوم تتجدد اللقاء بتاعنا الماضي ساعتين، وشهية طيبه وربي يحميكم وربي يحفظكم. شهية طيبه كيف كيف. بعد الشهية طيبه باش نقول لكم زياده اللي تنجموا تبارتاجيو وتلاقيوني في الانستغرام ولا في فيسبوك، وللي ما لقاش الحلقه ينجم يلقاها في شين يوتيوب. كيف كيف لي بلا الكل، ان شاء الله بقدره ربي نعمل لايف صغير نوري فيه دريساج بعد على الطاوله بلشة خان الفطر، وتصور كيف كيف نهبطهم. يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، شهية طيبه. هاكم تنساوش لابيلاسيون تاع اسم الجروب. هذا ما ان شاء الله الماضي ساعتين.